في أواخر أربعينيات القرن الماضي، بينما كان العالم يواجه مخلفات الحرب العالمية الثانية، كان المغرب يشهد جفافا طال العديد من جهات البلاد، وقد ترتب عن ذلك هجرة مكثفة لسكان البوادي إلى المدن بحثا عن عمل يوفر لهم ولأبنائهم لقمة العيش. وهكذا شهدت مدن كمراكش وفاس والدار البيضاء ومكناس هجرات مكثفة من البوادي ومن المدن التي لا تتوفر فيها فرص الشغل. في تلك الظروف حل بالدار البيضاء الأخوان محمد وعمر أيت لحسن، كان قد باع قطيع غنم كان يملكانه، أخذ معهما نصف المتحصل من البيع وسلم النصف الآخر إلى والدتهما التي رحلت إلى قرية إدوك ناديف بنواحي أجدير. في باب مراكش بالمدينة القديمة عثر الأخوان على عمل متواضع عند تاجر فاسي اسمه بوبكر برادة، وكان متخصصا في تجارة خردة الحديد والنحاس. كانت مهمة الأخوين انتقاء ما هو قابل لإعادة الاستعمال من بين أكوام الخردة. ظل يعملان للسيد بوبكر 4 سنين، ولما تيقن من أمانتهما كلف محمدا بدفع ثمن المشتريات، بينما صار عمر مكلفا بالميزان. كان للتاجر بوبكر برادة بنت وحيدة كانت أشرفت على 30، ولما يتقدم لخطبتها من ترتضيه أو يرتضيه والدها. وبما أن الشقيقين محمد وعمر أيت لحسن قد أبانا خلال كل السنوات الماضية عن إخلاصهما وتفانيهما في العمل وأمانتهما، فقد صار يدور بفكر التاجر برادة أن يزوج ابنته أحد الشقيقين. ألمت بسيد بوبكر وعكة صحية ألزمته الفراش 2 أسبوع، كان عليه ألا يبقي على محل تجارته مغلقا، فأوكل إلى الأخوين محمد وعمر تدبير المحل، وأوصى بنته وكانت تسمى عائشة بمراقبتهما وتتبع عملهما من خلال المداخيل. ظل الشقيقين وفيين، ولذلك فإن السيد برادة ارتأى أن يزوج عائشة إلى محمد. ساءت الحالة الصحية للتاجر برادة وما لبث أن مات. واصل الشقيقان عملهما، ولكن عائشة أحست أن بقاء الشقيقين معا في المحل ربما أثر على حياتها الزوجية، ولذلك أوحت إلى زوجها محمد أن يجد حلا لشقيقه، فكلفه بالسعي إلى محلات تجار الخردة بالتقسيط لتزويد محل برادة الذي آل إلى عائشة. إثر ذلك اكترى عمر دكانا قريبا من باب مراكش واستقل بتجارته. لم يكن لذلك تأثير على علاقة عمر بشقيقه أو بزوجته عائشة، بل إنه صار من زبائنهما. في العام 50 900 و1000، حيث بني مطار واصر العسكري الأمريكي، تطورت أعمال عمر وتحسنت أحواله، وصار من مزودي القوات الأمريكية هناك. صار لزاما على الشقيقين عمر ومحمد، وقد توسع نشاطهما التجاري، أن يسجل نفسيهما في سجلات الحالة المدنية، واختار أيت برادة اسما عائليا. في الحقيقة جمع بين اسمهما العائلي السابق أيت لحسن وبرادة، وهو اسم مشغلهما الراحل وابنته عائشة. في العام 56 مع استقلال المغرب، كان الأخوان عمر ومحمد أيت برادة يهيمنان على سوق الخردة في الدار البيضاء. كان يصدران ملء بواخر من خردة الحديد والنحاس كل عام إلى فرنسا. لم يكن عمر قد تزوج بعد، ولذلك سافر إلى مسقط رأسه في نواحي أجدير، حيث تزوج ابنة خالته فاطمة، أتى بها إلى الدار البيضاء حيث اشترى منزلا محترما ومستودعا كبيرا، وقد رزق منها ولدا. كان عمر يشارك في كل المزادات، ذات مزاد بني بخسارة فادحة أوشك على الإفلاس، ولكنه تدبر أمره وتمكن من تجاوز الانتكاسة. في أواخر الستينيات حان موعد إجلاء القوات الأمريكية من المغرب. كان عمر على صلة وطيدة بالمسؤول العسكري الأمريكي في مطار واصر، ولذلك تمكن من الحصول على كل الخردة التي تخلصت منها القوات الأمريكية هناك، وأيضا سهاريج الكيروزين وقود الطيارات. كان عليه أن يخلي المكان من كل تلك الخردة ومن السهاريج خلال 3 أشهر. تبين له أن السهاريج كانت شبه ملأة بالكيروزين. دخل في مفاوضات مع شركتين للمحروقات،
واتفق مع الشريف للبترول على أن يبيعها الصهاريج بما احتوت عليه. بالنسبة لعمر كانت تلك صفقة العمر، كسب منها أموالا طائلة. كان ولده الوحيد أحمد يبلغ من العمر 5 سنوات لما أصابه مرض كاد يعصف بحياته، ومع أن الولد أنقذ إلا أنه فقد القدرة على الكلام. أصيبت فاطمة والدة الصبي بصدمة، لاحقتها الأمراض والأسقام، ولما بلغ أحمد عامه العاشر ماتت فاطمة أثناء خضوعها لعملية جراحية. رضي عمر بقضاء الله، وكان عليه أن يجد حلا لولده أحمد. اقترحت عليه عائشة زوجة أخيه محمد الزواج من أرملة لها ولد. تم الزواج بعد أن توافق على أن تعتني هي بولده أحمد وأن يكفل هو ولدها، وكان يسمى جمال البرنوسي. كانت الأعوام تمر مسرعة، وكان عمر يلاحق الصفقات متناسيا العناية بأحواله الصحية. بعد حين أصيب بمرض في القلب لم يمهله أكثر من عام. كان محمد شقيق عمر قد رزق من زوجته عائشة ولدين عثمان ورضوان، وقد واجه محمد مع ولده رضوان متاعب جمة بسبب فشله في الدراسة وفي التجارة أيضا، بينما كان الولد الآخر عثمان شغوفا بدراسته مبتعدا عن بحر التجارة الذي يخوض فيه والده وشقيقه. انتهى به الأمر إلى الحصول على منحة لمواصلة الدراسة في العربية السعودية. مكث في المدينة المنورة 10 سنين حصل العلوم الشرعية. لم يكن عمر قد ترك وصية، وكانت أحوال ولده أحمد تسوء كل يوم أكثر، وقد سعت زوجته الثانية إلى وضع يدها على كل ما خلفه عمر أيت برادة. كان الجزء الأكبر من الثروة يعود إلى أحمد، ولكن أحمد غير واع بذلك. قامت المرأة بتزوير الأوراق وجعلت ابنها جمال مكان ربيبها أحمد ابن زوجها الهالك، وتسنى لها بذلك أن تضع يدها على كل ما تركه عمر أيت برادة. عاد عثمان أيت برادة ابن محمد من السعودية، وقد حصل على الدكتوراه في الشريعة، وكان من أول ما قام به زيارة منزل عمه الهالك وصلة الرحم بابنه وذويه، غير أنه لم يجد أثرا لأحمد في منزل والده. عندما سأل عنه لم يتلقى ردا، بل إن زوجة عمه وابنها الذي انتحل هوية أحمد قام بطرده بشكل أثار لديه شكوكا قوية من أن تكون المرأة وابنها قد قتل أحمد للانفراد بالإرث الذي خلفه عمه. حاول أن يعرف مصير ابن عمه المعاق، ولكن زوجة عمه وابنها لاحقاه. ذات مساء بعد صلاة العشاء وكان خارجا من المسجد، اعترض سبيله شخص قوي البنية يضع على وجهه قناعا، هاجمه وأشبعه لكما ورفسا، ثم ركب سيارة كانت مركونة غير بعيد وانطلق. تمكن أحدهم من تسجيل أرقام السيارة وأبلغها الشرطة. بينت التحريات لاحقا أن السيارة كانت مسروقة. نقل الدكتور عثمان إلى المستشفى وهو فاقد الوعي. لما أفاق كان العميد محمد مروان حاضرا، كان ينتظر لتسجيل أقواله، ولكن الفقيه تحاشى الخوض فيما حدث له مع أرملة عمه. عاد بعد تماثله للشفاء إلى بيت عمه يطالب بمعرفة مصير ابن عمه أحمد، فقالت له: إذا لم يكفيك ما نلته فإن الثمن سيكون أغلى في المرة المقبلة. لم يطل الانتظار، في ليلة من ليالي يناير كان الدكتور عثمان متوجها إلى المسجد لصلاة الفجر. غير بعيد كانت سيارة متوقفة. لما هم بعبور الطريق انطلقت السيارة بسرعة جنونية صوبة، كانت آتية من خلفه، ولكن أحد المارة جذب الفقيه وأبعده من مسار السيارة المجنونة. على بعد أمتار اعترض سبيلها سائق تاكسي، توقفت السيارة وتم الإمساك بسائقها الذي اقتيد إلى مركز الشرطة. بعد ساعات مثل أمام العميد محمد مروان. تبين أن الرجل هو نفسه الذي اعتدى على الدكتور عثمان بالضرب عندما كان خارجا من المسجد. اعترف بأنه مسخر من قبل أحمد أيت برادة الذي أعطاه 10,000 درهم عن الاعتداء الأول، ووعده 100,000 درهم هذه المرة إن هو تمكن من قتله.
قال إنه توصل ب50,000 درهم كتسبيق. تم استدعاء أحمد أيت برادة، نفى كل ما قاله الشخص الذي ألقي عليه القبض. كان ضروريا التحري حول العلاقة بين أحمد برادة والدكتور عثمان برادة. لما حضر أمام العميد قال أحمد إن عثمان هو ابن عمه، لم يذكر شيئا عن الخلاف القائم بينهما. لاحظ العميد أن الدكتور عثمان يتحاشى الحديث إلى أحمد، قال له إنه يكاد يجزم أنه يخفي شيئا. ألح عليه العميد، فقرر الدكتور عثمان أن يتكلم. قال إن الذي أمامهما ليس أحمد ابن عمه، بل هو ربيب عمه جمال البرنوسي الذي انتحل هوية أحمد المعاق للحصول على الإرث. اتضحت العلاقة بين انتحال جمال البرنوسي هوية ربيب أمه أحمد أيت برادة والاعتداءين اللذين تعرض لهما الدكتور عثمان أيت برادة. كان يعلم، وكانت أرملة عمه وابنها يريدانه أن يصمت إلى الأبد إن اقتضى الأمر ذلك. لما مثلت أرملة عمر أيت برادة أمام العميد محمد مروان سألها عن أحمد، قالت إنه ولدها الماثل أمامه. لم يكن تاريخ ميلاد الشاب يتوافق مع تاريخ عقد الزواج. تبين للعميد من دراسة عقد الزواج أن لها ولدا اسمه جمال من زواجها الأول. سألها أين هو جمال البرنوسي إذا كان الشخص الحاضر هو أحمد. قالت إنه غادر إلى الخارج ولا تعرف عنه أي شيء. أجريت خبرة جينية أثبتت أن الذي يدعي أنه أحمد أيت برادة ليس سوى جمال البرنوسي. كانت حجة قوية لم تصمد المرأة أمامها. اعترفت بأن زوجها عمر أيت برادة كان يوشك أن يهبها وابنها جزءا من أملاكه، ولكن الموت لم يمهله، ولذلك زعمت أنها لم تقم إلا بتنفيذ رغبة المرحوم عمر أيت برادة. قالت إنها مع كل ذلك لم تفرط في أحمد. قادت الشرطة إلى حيث يوجد. لم يكن يعلم ما يجري حوله، ولكنه لم يكن مهملا. توبعت المرأة وابنها بالتزوير وانتحال هوية، وعرض إرث المرحوم عمر أيت برادة على رئيس محكمة الأسرة الذي طلب من الشرطة القضائية البحث عن شخص من أقرباء أحمد المعاق تتوفر فيه الشروط ليكون وصيا عليه. استقر الرأي على اختيار الدكتور عثمان أيت برادة وصيا تحت مراقبة قاضي الأسرة. في ماي من العام 2008 عن طريق سمسار تعرف إليه منذ عامين، اكترى يوسف المرادي منزلا في رأس الماء لقضاء العطلة الصيفية مع زوجته كنزة وطفليهما المهدي وياسمين. كان في حكم الوارد جدا أن تكون معهما زينب شقيقة زوجته المقيمة في ألمانيا. يعمل يوسف مدرسا للرياضيات في إحدى الثانويات بمكناس، بينما تدرس زوجته اللغة الفرنسية في إحدى الإعداديات. وقد تمكن الزوجان من أن يحقق دخلا إضافيا هاما من خلال تقديمهما في مدارس خاصة دروسا إضافية. حين تقترب امتحانات البكالوريا يمضي يوسف الساعات الطوال خارج البيت يقدم دروس الدعم مدفوعة الأجر في مدارس خاصة، وأيضا في بيوت أسر ميسورة الحال. ما يهمه في النهاية ما يحققه من دخل، وقد ساعده كل ذلك في شراء سكن جديد لأسرته وسيارة جديدة. زوجته أيضا استثمرت في العقار واشترت شقتين من السكن الاقتصادي تكريهما وتستفيد من دخل إضافي. دأبت أسرة المراد على برمجة عطلها الصيفية وتختار مبكرا الوجهة التي ستقصدها. غالبا ما تمضي العطل التي تستفيد منها خلال السنة في أماكن قريبة في أزرو أو إفران. سبق أن أمضى يوسف وأسرته عطلتين صيفيتين في الخارج، مرة في إسبانيا وأخرى في إيطاليا، حيث أقام عند شقيق لكنزة في نابولي. تبدو سعيدة أسرة المرادي التي لا تكترث كثيرا لما يدور حولها. ما يهم الزوجين تربية طفليهما تربية جيدة وتأمين مستقبلهما. عدا ذلك لم يكن في الظاهر على الأقل ما يلفت الأنظار إلى هذه الأسرة التي تبدو نموذجية بكل المقاييس. كان الموعد لاستلام السكن الذي تم استئجاره 18 يوليوز،
وقد أكدت زينب أنها سترافقهما إلى رأس الماء، ولم يسبق لها أن زارت تلك المنطقة. أبلغتهما أنها ستأتي بسيارتها الجديدة. صباح 18 من يوليوز من العام 2000 انطلقت من شارع النصر سيارتان، سيارة يوسف وركب معه في المقعد الخلفي طفلاه، وسيارة زينب التي تسع لشخصين. بدافع الفضول ركبت كنزة إلى جانب شقيقتها. كانت الساعة تشير إلى 5:30. يظن يوسف أنهم سيصلون إلى رأس الماء زوالا. سريعا نام الطفلان، وحده صوت المذياع يؤنسه. لم يكن من الذين تغريهم السرعة، وكان قد طلب من زينب أن لا تتجاوزه. يعلم أن سيارتها ذات المظهر الرياضي أسرع من سيارته، ولكنه كان أدرى بالطريق. ولقد التزمت المرأة الشابة التي تعمل مسؤولة عن العلاقات مع العالم العربي في شركة لصناعة الجرارات، التزمت بما طلبه منها. أبلغها يوسف بأنهم سيتوقفون بتوريرت لأخذ قسط من الراحة. توقفوا على جانب الطريق. كان لديهم في صندوق الأمتعة بعض الأكل والمرطبات. يبدو أن الحرارة تنزع إلى ارتفاع، ولذلك لم يدم توقفهم طويلا. عليهم أن يعودوا إلى الطريق الوطنية. قليلة هي السيارات التي صادفوها في طريقهم. قال يوسف إن الناس يفضلون السفر ليلا تفاديا للحرارة المرتفعة. في حدود 1 ظهرا كانوا في وسط جماعة رأس الماء. أخذ يوسف هاتفه وركب رقم السمسار الذي عن طريقه استأجر السكن الذي سيقيمون فيه. أبلغه بأنهم ينتظرونه قرب مسجد الميناء. كان بعض الفضوليين قد تحلقوا حول سيارة زينب. تأخر الرجل في الوصول. مرت نحو 30 دقيقة. قالت كنزة إنه ربما كان على مائدة الغذاء. ظل يوسف كما زينب صامتين. مرت ساعة. كان يوسف قد اتصل به مرة ثانية، ولكنه لم يرد على الاتصال. أحس بالحرج. الطفلان تعبا من الجلوس في السيارة. ثم في لحظة كان يهم فيها بالبحث عن بديل، رن هاتفه. كان المتصل هو السمسار. اعتذر عن التأخير وقال إنه تعرض لحادثة سير. سأل الأستاذ، كذلك يناديه، إن كان غادر جوار مسجد الميناء. ولما أكد له أنه لم يبرح مكانه، قال له إنه سيلحق به خلال 5 دقائق. بعد أقل من ذلك رأى دراجة نارية صغيرة تخرج من زنقة تنحدر نحو شارع الميناء. كانه لا تحمل دراجته أي أثر لحادثة. ومع ذلك، مجاملة ليس إلا، هنأه يوسف على سلامته. رد بأن أضرارا هامة لحقت دراجته النارية. ولما انتبه إلى أن يوسف ينظر إلى التي جاء راكبها، استدرك أنه استعارها من صديق حتى يلحق بهم. ثم ودرءا للمزيد من الإحراج، طلب منهم أن يتبعوه. غير بعيد عن مدخل الجماعة، توقف عند منزل تطل إحدى واجهتيه على الطريق المؤدية إلى الناظور، الطابق 3 في طور البناء. قال السمسار إنهم سيقيمون في الطابق 1، وإنه يمكنهم ركن السيارتين في المرآب. جال بهم على كل المرافق، الحمام، المطبخ والغرف. كانت في تلك الشقة المفروشة 4 غرف، إحداها مغلقة. في المرآب في عمقه غرفة ومرحاض. لما انصرف الوسيط، كان 3، يوسف وزوجته وشقيقتها، لا يفكرون إلا في حمام ساخن يذهب عنهم تعب الطريق. في المساء حيث يصير الجو ألطف، سيمكنهم أن يشتروا ما سيحتاجون إليه من خضر ولحم أو سمك. كان في برنامجهم أيضا أن يتناولوا بعض الوجبات في المطاعم التي تخصص أغلبها في الأسماك. تولت كنزة حمام الطفلين، ولذلك كانت آخر من استحم. في المساء وكان الجو لطيفا، قالت زينب إنها تود أن تقوم بجولة في الجماعة، وربما مضت إلى السعيدية مستكشفة المصطاف. قال لها يوسف إنه سيرافقها في سيارته، فقد سبق له أن زار رأس الماء على أن تأخذ سيارتها فيما بعد. مضى بهم يوسف حتى السعيدية، فاكتشفوا إيقاعا يختلف عن إيقاع الحياة في رأس الماء. هنا الاكتظاظ والإيقاع الاحتفالي
وهناك جو للاسترخاء. اكتشفت زينب أجواء تروقها. الشابة التي لم تكمل عقدها الثالث بعد تريد لعطلتها إيقاعا كهذا الذي لمسته في السعيدية. خلال النهار تمدد على الرمل الذهبي، وفي المساء إقبال على الحياة كما تقدم في الكورنيش. في كل الأحوال لم تكن المسافة بعيدة. أمضت أسرة المرادي ومعها زينب يومها الثاني في رأس الماء على الشاطئ. تناولوا الغذاء في مطعم قريب، وفي المساء قالت زينب إنها ستذهب إلى السعيدية. فضل يوسف المكوث في البيت. نزلت الشابة القادمة من ألمانيا إلى المرآب لإخراج سيارتها الحمراء. كانت قد ارتدت سروالا قصيرا وقميصا في ظهره عينان زرقاوان هما كل ما يرى بسهولة من وجه حسناء. كانت سيارتها مركونة بجوار باب المرحاض. لم تكن بالمكان إنارة جيدة. باب الغرفة المجاورة مغلق، هو باب من خشب، يبدو أن صاحب المنزل جاء به من الجوطية. ضغطت الشابة على زر المفتاح فومضت أضواء الإشارة. فتحت الباب ووضعت حقيبتها اليدوية على الكرسي المجاور لكرسي القيادة، ثم مشت بحذائها ذي الكعب العالي نحو باب المرآب ففتحته. لم تكن الشمس قد غابت بعد. وهي عائدة إلى السيارة خيل إليها أنها سمعت صوتا، أنة ربما، لعله الخوف من مكان تجهله، كذلك قالت. أخرجت السيارة الحمراء. في المنزل المقابل في الشرفة امرأتان أحست بنظراتهما تتبعها وهي تغلق باب المرآب، ثم وهي تركب السيارة الأنيقة. انطلقت مباشرة إلى السعيدية. لم يكن سهلا العثور على مكان تركن فيه سيارتها. على الكورنيش غص الرصيف بالمتجولين من كل الأعمار، أغلبهم من الشبان. اتخذت لها مكانا عند طاولة محل لبيع المثلجات. في الطاولة المجاورة جلس شابان، كان أحدهما يركز عليها نظراته فيما يشبه عملية مسح ضوئية. تجاهلته، ثم لما بدا لها أنه لا يتراجع نهضت من مكانها لتدفع مستحقات ما استهلكتها. لما مرت به سمعته يصدر صفيرا، تجاهلته وغادرت المكان. كثيرون تحرشوا بها وهي في الطريق. سمعت منهم كلمات وعبارات، ورأت منهم تلميحات وإشارات. لم يكن لديها من سلاح سوى تجاهلهم. في الجانب الآخر من الواد الجزائر استوقفها ضيق الفاصل الترابي بين البلدين. قالت إنها ستسأل يوسف عما إذا كان ممكن للعبور إلى الجانب الآخر. تذكر أنها تركت سيارتها في آخر زنقة تتفرع متعامدة مع شارع الأوكاليبتوس. أحست بمضايقة شبان بالغوا في الاحتفالية فاستعجلت العودة إلى رأس الماء. سلكت الطريق إلى حيث تركت سيارتها، ولكنها لم تجدها في المكان الذي ركنتها فيه. ظهر الحارس على بعد 20 مترا، تسمر مكانه يراقب، بدا وكأنه يتمطى. لا يهمها، هي موقنة أنها تركت سيارتها هنا. تذكرت السيارة التي كانت مركونة بجانبها لا تزال هناك. أخيرا تقدم نحوها حارس السيارات بخطى متثاقلة. سألها إن كانت تبحث عن شيء ما. استغربت أن يسألها، هو الحارس نفسه الذي كان حاضرا عندما كانت تركنها. تسألني عما أبحث؟ إنني أبحث عن سيارتي التي ركنتها هنا قبل ساعتين. كيف هي سيارتك؟ قبل أن ترد عليه اخترقت عينيه بنظراتها. ألا تذكر السيارة الحمراء التي لا تسع سوى شخصين؟ نعم أتذكرها. هل هي سيارتك؟ نعم هي سيارتي. لقد حملتها سيارة سحب. قال الرجلان إنك طلبت منهما أن يسحباها إلى مرآب قصد إصلاحها. لقد دفع أجر الموقف. لم تصدق ما تسمعه. هو كابوس، ستفيق وتكتشف أنه كابوس. تركها الحارس ومضى يستخلص أجرة من سائق سيارة تحرك مغادرا. لم تصدق زينب ما قاله الحارس، حسبته يمزح، ولكنها ما لبثت أن أدركت أن الأمر أبعد ما يكون عن المزاح. السيارة غير موجودة.
وهذا الذي جاء يتمطى يقول إن سيارة سحب جاءت وحملتها، ويزعم أن الرجلين اللذين كان على متنها قال إنهما حضر لأخذ السيارة بطلب من صاحبتها. تكاد تجن، ما يدعيه حارس السيارات لا يصدقه عقل. أيقنت أنها لن تستطيع بمفردها أن تحصل من الحارس على معلومات حول شاحنة الديباناج التي حملت السيارة، ولا حول الرجلين اللذين نفذا عملية السرقة. أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية، رأت جواز سفرها ووثائق السيارة. هي لن تضطر إلى تجديدها مع ما يعنيه ذلك من طواف مرهق عبر المصالح الإدارية. ضغطت على زر ووضعت الهاتف على أذنها. في الجانب الآخر يوسف، نبرته تشي بقلقه. كان أول ما نطق به أن سألها إن كانت بخير. أن تضطر إلى استعمال رقم هاتفها الألماني فذلك يعني أنها في مواجهة مشكلة ما. الساعة تقترب من العاشرة ليلا، أبلغته بأن سيارتها سرقت. لم تتمالك نفسها وهي تقولها وانخرطت في البكاء. لم يستطع يوسف أن يحصل منها على معلومة حول مكان وجودها. طمأنها بأن قال لها إنه قادم. ما أن أنهى المكالمة وكانت زوجته كنزة قد جاءت من المطبخ تحاول أن تستشف فحواها حتى أبلغها بأن سيارة زينب قد سرقت وبأنه ذاهب فورا إلى السعيدية. همت بأن تقول إنها سترافقه، ولكنه ذكرها بأن عليها أن تبقى مع المهدي وياسمين. كان الطفلان قد آويا إلى فراشيهما منذ ساعتين. لم تناقش، هزت رأسها موافقة. لما خرج كانت تقف بباب الشقة تمسك بيدها شوكة. انطلق مسرعا. على الطريق سيارات كثيرة تأخذ وجهة السعيدية. رن هاتفه من جديد، تردد قبل أن يجيب. قال لها إنه على وشك الوصول، ثم رأى دورية للدرك فألقى بالهاتف على الكرسي وهو يقول: الدرك، سأتصل بك بعد قليل. في موقف السيارات في تلك الزنقة الأخيرة المتفرعة عن شارع الأوكاليبتوس، كانت زينب تراقب حارس السيارات. ما كان يستفزها أن يتصرف وكأن شيئا لم يقع. أحست به يتجاهلها. تلك كانت قراءتها لما كان يقوم به. غضب شديد يعتصرها، تود لو تقدر على الصراخ، ولو أنها تستطيع أن تجمع حولها كل أولئك المصطفين وتحكي لهم. كانت شاردة في تفكيرها لما رن الهاتف في حقيبتها اليدوية. هو اتصال من يوسف، تأخر دهرا، كذلك حسبته. أين أنت؟ كانت في صوته بحة لم تعهدها. ظلت صامتة والهاتف على صدغها. عاود سؤالها: أين أنت؟ لست أدري بالضبط، أنا في الزنقة الأخيرة المتفرعة عن شارع الأوكاليبتوس في موقف السيارات. طيب، أنا قريب إليك، لن أتأخر. وانتهى الاتصال. لم تمر سوى دقائق معدودات حتى ظهرت في مدخل تلك الزنقة أضواء السيارة. نزل يوسف وتوجه نحوها. عجزت عن الكلام، ارتمت في حضنه وانخرطت في نوبة بكاء. منظرها ذاك استوقف بعض المرة، ربت على ظهرها مواسيا. ولما أحس بها وقد هدأت قليلا سألها عن الحارس. أشارت إلى الجهة حيث كان يقف. ناداه يوسف بنبرة حادة. كرر نداءه مرتين قبل أن يتحرك الرجل مقبلا بخطى متثاقلة. قبل خطوتين من وصوله سأله: ما الذي حدث للسيارة؟ جاءت سيارة ديباناج وعلى متنها رجلان، قاطعه: وهل تعرفهما؟ لا، قال لي إن صاحبة السيارة طلبت منهما أن يحمل سيارتها إلى مرآب لإصلاحها. بدا ليوسف مرادي أن ما يقوله الرجل لا يستقيم. السيارة جديدة ولم يكن بها عطب. التفت إلى زينب وقال لها إن ما ينبغي القيام به هو إبلاغ الشرطة. حارس السيارات يبدو الشاهد الوحيد. لم يكن مركز الشرطة بعيدا. في العاشرة ليلا لم يكن بالمركز من يعد محضرا. رجل الأمن المداوم سجل في سجل شكايات شكاية السيدة زينب المولودي. كان عليها أن تعود في صباح اليوم التالي
الحادي والعشرين من يوليوز من العام 2008 الذي يصادف يوم اثنين. في المنزل الذي يقيمون فيه في رأس الماء خيم جو من الحزن والكآبة. حاول يوسف أن يطمئن زينب إلى أن مصالح الأمن ستقوم بما يلزم، وأن لديه إحساسا بأنها ستستعيد سيارتها قريبا. لم تغير كلماته تلك شيئا من الحزن الذي تملكها. صباح الاثنين باكرا توجهت زينب يرافقها زوج شقيقتها إلى مركز الشرطة الرئيس في السعيدية. كان أول من استقبلهم الشرطي المكلف بالشكايات. حكت بتفصيل ما حدث لها مساء ذلك الأحد، وكيف صدمت بتبخر سيارتها من موقف محروس. نقلت الرواية التي قدمها لها حارس السيارات والتي تعتبرها غير مقنعة. كان الشرطي يدون أقوالها، ومن حين إلى آخر يوجه إليها سؤالا للاستيضاح. لما فرغ من ذلك طلب منها الانتظار في الخارج. كان قد أرسل من يأتي بحارس السيارات. جلس يوسف وزينب على كرسي خشبي طويل في ممر ينتهي إلى مكتب العميد. بعد دقائق سمعت تحية عسكرية، وظهر في مدخل الممر شاب ببذلة داكنة وربطة عنق يغلب عليها الأزرق، يبدو أنه العميد. تقدم الرجل في الممر، ولما صار بمحاذاتهما ألقى بالسلام وواصل. بعد ثلاث خطوات توقف وعاد إليهما، نظر إلى يوسف وسأله: ألست الأستاذ مرادي؟ وقف يوسف وقال: نعم أنا هو. ألا تذكرني؟ نظر إليه وتظاهر بأنه يدقق النظر: لا يا سيدي. ألست أستاذا لمادة الرياضيات في مكناس؟ نعم هو كذلك. ألا تذكر تلميذا يدعى اليونسي؟ بدا يوسف يفكر، ثم من حيث لا يدري تذكره: ألست محسن؟ هو أنا، محسن اليونسي. عانقه. كانت زينب تتابع ما يجري بترقب. التفت إليها يوسف وقدمها إليه: هذه زينب شقيقة زوجتي. حياها العميد مرحبا. مضى الحديث إلى ذكريات تعود إلى 10 سنوات مضت. كان الطالب محسن اليونسي طالبا مجدا، وكان من بين المرموقين من الطلبة في مادة الرياضيات. سأله إن كان يستطيع مساعدته، إذ ذاك عرض عليه ما جاء به إلى مركز الشرطة. أبلغه بأن المكلف بتسجيل الشكايات استمع لأقوال زينب، وإنه بعث في طلب حارس السيارات. دعاهما إلى مكتبه، ثم ضغط على جرس سمع رنينه في الممر. وقف بالباب شرطي وأدى التحية. طلب منه أن ينادي على المسؤول عن الشكايات. لم تمر سوى ثواني حتى كان حاضرا. سريعا علم منه أنه أحضر حارس السيارات وكان بصدد الاستماع إليه. ماذا يقول في اختفاء سيارة الآنسة زينب؟ قال إن سيارة للسحب جاءت وحملتها، وإن من كان على متنها قال إن صاحبتها هي من طلبت منهما ذلك. فجاءه العميد اليونسي بأنه سيلتحق به في مكتبه ليحضر الاستماع إلى حارس السيارات. طلب منه أن ينقطه. كان على يوسف وزينب أن يعودا إلى ممر الانتظار ويقتعدا الكرسي الخشبي الطويل. ذهل الشرطي الذي تولى تنقيط حارس السيارات، إذ اكتشف أن الرجل مبحوث عنه في قضية سطو على سيارة أجرة من الحجم الكبير. كان وسيطا بين من نفذوا عملية السرقة وتجار قطع غيار مستعملة في الناظور. ما تم اكتشافه كان مدخلا لتشديد الضغط عليه. كان ينكر أن يكون يعرف الرجلين اللذين جاء على متن سيارة السحب، ولكنه راجع موقفه بعد أن وجد العميد شخصيا يشرف على عملية الاستماع إليه. قال وقد ذكر بأنه مبحوث عنه إنه يعرف الرجلين ويعرف محل سكناهما. كان يتعين التحرك سريعا. أركب الحارس سيارة مموهة ومعه 3 من رجال الأمن بلباس مدني. ولقد استغربوا أن المرآب الذي يشغله الرجلان ويستعملانه سكنا ومخزنا لا يبعد كثيرا عن مقر الشرطة. وقف الأمنيون على جانبي الباب وطلبوا من حارس السيارات واسمه عبد القادر بن ربيعة
أن يطرق الباب. سريعا جاء من الداخل صوت يسأل عمن يكون الطارق. لما اطمأن إلى أنه بن ربيعة فتح. كان ذاك ما ينتظره رجال الشرطة الذين انقضوا على الرجل وصفدوه. رفيقه تسلل من نافذة، ولما صار في الخارج وقد حسب أنه نجا قطفه الضابط الذي ظل يراقب في الخارج. أمسك به ولم يدع له فرصة للمقاومة أو التفلت. لم يكن المرآب كبيرا، ولذلك سريعا ما اكتشف أن السيارة التي وضع عليها غطاء أسود به آثار غبار قديمة لم تكن سوى سيارة زينب. قبل أن تعود الفرقة التي مضت للقبض على صاحبي شاحنة الديباناج، جاء العميد يبشرها بالعثور على سيارتها. وقفت وهمت بمعانقته، مد يده وصافحها بحرارة. قبل أن تسترجعها كان عليها أن تنتظر إتمام الإجراءات، ويوم استعادتها 5 أيام بعد ذلك قررت أن تقيم احتفالا في أحد أشهر المطاعم في السعودية. في أواخر القرن الماضي تولت المنصب الأعلى في وزارة المعادن امرأة كانت مهندسة شابة أثبتت كفاءتها واستحقاقها المناصب التي تولتها. ومن المهام التي تولتها إعداد ملف متكامل حول بعض المناجم التي تراجعت أو كادت تنعدم مردوديتها. كانت امرأة سلاحها الجد والحزم، ولذلك ارتأت أن تزور كل واحد من تلك المناجم التي كانت الحكومة تتجه نحو تصفيتها بكل ما يعنيه ذلك من تسريح للعمال. من بين المناجم التي كانت معنية بزيارات المسؤولة السامية في وزارة المعادن، منجم الجبل عوام الذي يقع في قرية تغزى القريبة من مدينة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة. في اليوم المعلوم وصلت المسؤولة إلى منجم جبل عوام. كان في استقبالها المدير العام للشركة التي تتولى استغلال هذا المنجم وكل الأطر مهندسين وإداريين وعمالا. لما دخلت الإدارة طلبت مكانا تغير فيه ملابسها. بعد ربع ساعة خرجت وقد ارتدت لباس المنجميين. فاجأت مسؤولي الشركة والعمال على حد سواء. الذين قضوا السنين الطويلة في هذا المنجم لا يذكرون أن مسؤولا ممن زاروا منجم جبل عوام نزل مرة إلى أعماق المنجم للقيام بمعاينة ميدانية. طلبت من المدير أن يرافقها ولكنه اعتذر وعلل موقفه بأن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل النزول إلى أعماق المنجم، وكلف بمرافقتها أحد أعوانه كان مسؤولا عن تسيير أعمال الحفر والتنقيب، اسمه رضا با مخلوف، الذي عمل في هذا المنجم على مدى 30 عاما، أي منذ أن قدم من مسقط رأسه وارززت. نزلت المهندسة الشابة إلى قاع المنجم. كانت الملابس التي ترتديها تجعلها تذوب وسط العمال. قضت عدة ساعات في قاع المنجم جالت عبر مختلف سراديبه وبلغت القاصية منها. كان مرافقها رضا با مخلوف يتابع ما تقوم به بإعجاب لا يكاد يخفيه. وكانت لرضا بنت وحيدة اسمها سلوى، وقتها كانت في 12 من العمر. وهو في قاع المنجم يرافق المسؤولة السامية في وزارة المعادن راوده حلم أن تتمكن ابنته من مواصلة دراستها وأن تصبح مهندسة ناجحة وذات شخصية قوية كما هذه المهندسة الشابة القادمة من الرباط. بعد أن أنهت جولتها في مختلف جيوب المنجم صعدت المسؤولة، غيرت ملابسها وعادت أنيقة كما كانت عند وصولها. بالنسبة لرضا با مخلوف فإن تلك اللحظات التي قضاها بجانبها لحظات لا تنسى. لاحقا سيبلغ عمال وأطر منجم جبل عوام بتصفية الشركة التي تستغل المنجم. كانت هناك عدة عروض في جملتها المغادرة الطوعية، وكان في جملة من ارتضوا هذا الحل صاحبنا رضا با مخلوف. فكر الرجل في بيع المنزل الذي كان قد بناه في قرية تغزى وشراء منزل في مكناس على أن يستثمر ما سيحصل عليه من تعويضات في مشروع تجاري. كذلك خطط وهو في جبل عوام، غير أنه لما انتقل إلى تفعيل ما خطط له على أرض الواقع اصطدم بالارتفاع الفاحش في سعر العقار في مكناس.
دفع ما حصل عليه من بيع منزله في تغزة وما آل إليه من تعويضات من الشركة، واشترى شقة متوسطة الحال في حي شعبي محترم. كان عليه أن يشتغل ليؤمن القوت اليومي لزوجته وابنته سلوى. كان عمره يقارب 50، ولذلك لم يكن له من أمل كبير في أن يحصل على وظيفة بمثل مرتبة عمله في شركة استغلال منجم جبل عوام. عمل في إحدى المقاولات. طويلة كانت الساعات التي يقضيها في العمل، وشاقة تلك المهام التي كانت توكل إليه. صارت حالته الصحية تتدهور يوما بعد آخر. فقد عمله في المقاولة، ثم بعد أسابيع اكتشف أنه مصاب بمرض السيليكوز، وهو مرض كثيرا ما يصيب عمال المناجم والعاملين في مجال صقل الحجارة. في تلك الأيام الحالكة كان يجد عزاءه في صمود زوجته وفي تفوق سلوى في دراستها. شيئا فشيئا أقعده المرض عن العمل، ثم صار لا يقوى على النهوض من فراشه، وصارت زوجته تعمل خادمة في البيوت لتوفير لقمة العيش ومتطلبات الدراسة لسلوى. من فراش مرضه كان رضا بمخلوف يتابع المسار الدراسي لابنته. كان كل ما يستطيعه أن يدعو لها بالتوفيق. وكانت الفتاة تجد كل السعادة في تعابير الرضا التي كانت ترتسم على محيا والدها. لما بلغت مستوى البكالوريا كان المرض قد أوشك أن يقضي على حياة والدها. في أواخر الربيع اجتازت سلوى امتحان البكالوريا، وبعد أيام أعلنت النتائج. كانت من بين المتفوقين ونالت الشهادة في العلوم التجريبية بميزة حسن جدا. كان الخبر السعيد آخر خبر تلقاه رضا بمخلوف قبل الرحيل. بعد أيام مات بمخلوف. ظلت والدة سلوى تعمل جاهدة، بينما تمكنت سلوى من الالتحاق بالمدرسة العليا للمهندسين. هي تعلم الآن أن ولوج تلك المدرسة كان حلما لزم والدها سنوات، منذ أن رافق تلك المهندسة الشابة المسؤولة الأولى في وزارة المعادن في زيارتها إلى دهاليز منجم جبل عوام. مرت السنوات قاسية، كانت سلوى تعوض ما تعانيه من فاقة بالنجاح والتفوق في الدراسة. ولما تخرجت سعت إلى الحصول على عمل، وكم كانت الصدمة قوية لديها ولدى والدتها. مرت شهور ولم تحصل سلوى على وظيفة. كانت كلما تقدمت لدى إدارة شركة بقصد التوظيف تصطدم بذوي النوايا السيئة. كثيرون كانوا يريدون جمالها وشبابها لقاء الوظيفة، وكثيرون هم تصريحا أو تلميحا طلبوا رشوة لقاء الوظيفة. تعاملت بصبر وإيمان وكانت تتحاشى الإحباط. ذات مساء رن هاتفها. كان المتصل مسؤول الموارد البشرية في شركة للصناعات النسيجية. حدد لها موعدا لمقابلة من أجل التشغيل. كانت فرحتها لا تضاهيها فرحة. حضرت في الموعد إلى المعمل حاملة ملفا ضمنته سيرتها الذاتية ونسخا من الشهادات التي حصلت عليها. كان الذي استجوبها رجلا محترما يختلف تماما عن أغلب الذين قابلتهم في مرات سابقة. استغرق الاستجواب زهاء الساعة. بعدها قرر أن يقدمها إلى مدير الشركة. لحظتها علمت سلوى أن الشركة وافقت على توظيفها. كانت العقدة التي وقعتها في اليوم التالي عقدة عمل مؤقتة مدتها 3 أشهر. أخبرها المشغل بأنه سيجدد العقدة ولمدة سنة إذا ما تبينت كفاءتها المهنية. كانت المهمة الأولى التي أوكلت إلى سلوى بمخلوف العمل على ترشيد نفقات كلفة الإنتاج بما يتيح للشركة قدرة تنافسية أكبر. كان معمل الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن يعاني كما معامل كثيرة متخصصة في صناعة النسيج من المنافسة الشرسة التي يعرفها السوق. ترصدت سلوى الاجتماع المخصص لإعداد الميزانية السنوية للشركة، وكانت المرة الأولى التي تحضر فيها مثل ذلك الاجتماع، وقدمت عرضا حول إمكانيات خفض فاتورة الكهرباء. كان في جملة ما تضمنه العرض الذي قدمته اقتراحا يقضي باللجوء إلى استعمال الطاقة الشمسية في تسخين الماء المستعمل في غسل الأثواب.
لفت مقترحها الأنظار وتهاطلت عليها الأسئلة، وكانت ترد على كل الاستفسارات. انطلقت سلوى في المشروع الذي قدمتها من حقيقة أن الشمس تسطع في مكناس 300 يوم في العام. لما انفض الاجتماع دعا رب المعمل الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن سلوى إلى مكتبه، أبلغها موافقته على المشروع. كان الإنجاز يقتضي طرح المشروع للمناقصة. تلقت عروضا متعددة، وطبيعي أن يتم اختيار العرض الذي يقدم أفضل الأسعار وأكبر الضمانات. لما صار الملف جاهزا عرضته على أنظار المجلس الإداري، وقد وافق كل الأعضاء على الاختيار الذي قامت به سلوى. عضو واحد عرضه ولم يكن سوى هشام نجري الحاج أبو المحاسن. كان ذلك اصطدامها الأول مع ذلك الشاب المدلل الذي كان يراها من زاوية تخصه وحده. منذ أن التحقت سلوى بمخلوف بشركة النسيج التي يملكها الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن، من فكت تبهر بتفانيها في العمل واقتراحاتها التي تدفع بالمؤسسة إلى التحديث والتطور. كانت المهندسة الشابة ابنة المنجمي الراحل رضا بمخلوف تتوخى البساطة والحشمة في ملبسها، وكان ذلك يتيح فسحة واسعة يظهر فيها جمالها الذي حباها الله به. ومع ذلك فإنها هي التي اعتقدت أنها بالعمل في شركة الحاج أبو المحاسن قد أفلتت من التحرش بها. وجدت نفسها ومنذ الأيام الأولى لالتحاقها بتلك المؤسسة هدفا لهشام الشاب الماجن ابن الحاج أبو المحاسن. حاول وحاول وكانت في كل مرة تتجاهله، ولما أيقن أنها لن تنقاد له ولن تستسلم ناصبها العداء، وصار يسعى بكل ما لديه من نفوذ في شركة أبيه إلى أن يدفع الحاج إلى الاستغناء عنها. ولذلك كان هشام المعارض الوحيد للاختيارات التي اختارتها سلوى في سبيل تنفيذ خطة أعدتها بغرض الخفض من كلفة استهلاك الكهرباء. كان المعارض الوحيد يوم اجتمع المجلس الإداري للشركة. سعى هشام إلى التأثير على موقف والده رب المعمل ورئيس مجلس الإدارة، ولكن مسعاه خاب إذ أيد الحاج أبو المحاسن الاختيارات التي ارتأتها سلوى. ظلت بنت المنجمي الذي مات فقيرا تتجاهل ابن الثري، وما كان لهشام أن يتقبل تمنع تلك الشابة. كان عليه أن يغير أسلوبه في ملاحقتها. الذي تأكد منذ يوم المجلس الإداري أن سلوى ثبتت مكانتها في الشركة، كانت تعطيها كل ما أوتيت من طاقة فكرية وعلمية. وبمرور الأيام صار هشام يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على المخدرات الصلبة. كان انشغال والده بشؤون الشركة والموت الذي غيب والدته منذ سنوات مضت من الأمور التي جعلته يدمن أكثر دون أن يتفطن إليه والده. في منزل الحاج أبو المحاسن كان القرار فيما يخص شؤون المنزل يعود إلى حماته أم زوجته التي استقرت معه في الفيلا الفسيحة التي بناها غير بعيد عن المعمل. كان للحاج أبو المحاسن جناح خاص به، كان له منفذ من مرآب السيارات وآخر من الجناح الذي يسكنه هشام وجدته. وكثيرا ما كان الحاج أبو المحاسن يأوي إلى غرفته دون المرور عبر مسكن ولده، وحتى في المرات التي يتناول فيها وجبة العشاء في المنزل فإنه يدلف سريعا إلى عالمه الخاص. هذه الوضعية جعلت العلاقة الحقيقية التي تربط هشام بالبيت هي علاقته بجدته التي كثيرا ما تسترت على زلاته، والتي كانت تدفع له من المال مبالغ محترمة تقتطعها من مصاريف البيت. تلك المبالغ المالية هي التي عبدت لهشام الطريق إلى المخدرات الصلبة. كان الانتصار الأكبر لسلوى يوم رافقت الحاج إلى كندا لحضور معرض للملابس الجاهزة. كانت المرة الأولى التي تبرح فيها سلوى التراب الوطني، وكان حضور المعرض تجربة أغنت تجربتها في مجال صناعة وتسويق الملابس الجاهزة، كما أن تلك الزيارة مكنتها من إقامة علاقات مع شركات أخرى، وفي جملتها شركة كندية معروفة عالميا دعت مديرها العام إلى زيارة معمل الحاج أبو المحاسن في مكناس. في الحقيقة كانت سلوى ومعها الحاج يتوقان إلى أن تتوج تلك الزيارة بإبرام صفقة تكون رافعة للشركة،
ولذلك تولى الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن شخصيا رئاسة اللجنة التي ستتولى استقبال الضيوف الكنديين. كان الهاجس الأكبر بالنسبة للحاج أبو المحاسن امتلاك القدرة على المنافسة الجارفة التي تهدد قطاع النسيج في المغرب. حل اليوم المعلوم وكان يوما ربيعيا من مارس، واستقبل الوفد الكندي في معمل مكناس، وكانت أولى ملاحظات الكنديين أن هذا المعمل لا يتوفر على مقومات تتيح له توفير إنتاج يستجيب لطلب السوق الكندية. وفي الاجتماع الذي تلا تلك الجولة اقترح الضيوف توسيع المعمل وزيادة المعدات وإحداث مناصب شغل جديدة لإبرام اتفاقية للشراكة بين الجانبين. لم يكن الحاج عبد الرزاق يتوقع مثل هذا العرض وتلك الشروط التي تقترن به، ولم يجد في حينه جوابا للرد على ضيوفه، ولكن سلوى فاجأت الحضور بأن قدمت ملفا متكاملا، وقدمت بالمناسبة عرضا أوضحت فيه إمكانية إجراء توسعة للمعمل واستغلال الأرض الملاصقة له. كان ذلك العرض هو ما حذا بالوفد الكندي إلى تمديد مقامه في مكناس. المباحثات التي جرت لاحقا مكنت من توقيع اتفاقية للشراكة. بالنسبة للحاج أبو المحاسن فإن ذلك يعني متنفسا جديدا ومهما لمعمله. كان الوفاء بالالتزامات التي تخص توسعة المعمل يقتضي الحصول على رخصة إدارية، وكانت القطعة الأرضية الملاصقة للمعمل في ملك زوجة الحاج عبد الرزاق المتوفى، وكان الأمر يقتضي الحصول على موافقة كل الورثة ومن بينهم هشام. كانت سلوى تعلم أن علاقة الشاب بوالده قد ساءت وتدهورت منذ الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، وكانت موقنة بأنه ولو على سبيل العرقلة سوف يمتنع عن توقيع التفويض المطلوب، ولذلك قامت بكتابة التفويض حيث يسلم هشام أمر التصرف في القطعة الأرضية لوالده، ودست الوثيقة بين أوراق إدارية تعود هشام على توقيعها دون قراءة مضامينها. يوم بدأت أشغال توسيعة المعمل حاول هشام الاعتراض معللا موقفه بأنه لم تتم استشارته ولم يوافق على استغلال المساحة الأرضية التي تجري عليها التوسيعة. لما علم بأنه وقع دون أن يعلم على التفويض الذي يتيح لوالده إنجاز تلك التوسعة ثارت ثائرته، ومنذ ذلك الحين اشتد عداؤه لسلوى. كانت الشراكة التي أبرمها الحاج أبو المحاسن مع الكنديين تملي عليه ضرورة الانتقال مرات عدة في السنة إلى كندا. في تلك الرحلات كانت ترافقه سلوى التي صار يعتمد عليها الآن في كل ما يقوم به من أعمال. وكان الحاج قد منح سلوى مسكنا بني في نطاق التوسعة، وصار هشام يظن أن والده اتخذ من سلوى عشيقة له، ولذلك زاد عداؤه لها وحقده عليها. ذات مرة فوجئ الحاج عند وصوله إلى مونريال بأن الفندق الذي حجز به لم يحتفظ سوى بغرفة واحدة لشخصين. بررت إدارة الفندق ذلك بأنها اعتقدت أن تلك التي ترافقه إنما هي زوجته، وقد تداركت الإدارة الخطأ، ولكن ذلك الحادث الذي لم يكن متوقعا أوحى للحاج أبو المحاسن بفكرة، لما لا يتزوجها؟ أليست شابة عفيفة وذات تكوين رفيع؟ أليست خير من يؤمنها على الشركة؟ خلال تلك الرحلة فاتحها في أمر الزواج. بعد أيام لما عاد إلى المغرب وافقت وتزوج. قرر الحاج أن يبقي على زواجهما سرا، وكان يأتيها إلى منزلها المجاور للمصنع. ازدادت شكوك هشام، لم يكن الحاج لينتبه إلى الذي يدور في ذهن ابنه الشاب. حملت سلوى وساعد الحاج عبد الرزاق بذلك. في تلك المرحلة بالذات حدث الذي لم يكن يخطر بالبال. ذات مساء تسلل هشام إلى المنزل حيث تقيم سلوى بعد أن استولى على مفاتيح والده، فاجأها في غرفة نومها. كان تحت تأثير المخدرات في حالة هيجان كان. هاجمها، قاومته، وفي نهاية المطاف خارت قواها. تجاهل قولها إنها زوجة أبيه على سنة الله ورسوله، تجاهل كل ذلك واغتصبها ثم غادر البيت. اتصلت سلوى بزوجها ولكن هاتفه ظل يرن، ثم اتصلت بأم زوجته الهالكة فأخبرتها بأنه نائم في الجناح الخاص به. قررت سلوى التحرك إذ أحست بأن الحاج تعرض لمكروه.
دخلت الجناح الخاص به واكتشفته عاريا ملقى على الأرض فاقد الوعي. تم نقله إلى المستشفى وأبلغت الشرطة، وبأمر من وكيل الملك بدأ البحث. استمع المحققون لسلوى التي أفادت بكل ما تعرضت له على يد هشام، إلى أن اكتشفت زوجها مغمى عليه. طبيعي أن يتم إحضار هشام، جيء به وهو تحت تأثير المخدرات، اعترف بأنه دس لوالده مخدرا في مشروبه المفضل وسرق مفاتيحه واغتصب تلك المرأة عشيقته، لم يكن يعلم أنها زوجة أبيه. توبع هشام بالمنسوب إليه وتأسيسا على اعترافاته، وحكم عليه بالسجن 20 عاما. لما أودع السجن في القنيطرة نسيه الجميع في البيت أو تناسوه. بعد أشهر وضعت سلوى مولودا ذكرا. مرت الأعوام، كانت سلوى والحاج عبد الرزاق منهمكين في أشغالهما وبعيدا في سجن القنيطرة. توالت في الشهور الأولى العقوبات التأديبية التي تعرض لها هشام، كانت نوبات الحاجة إلى المخدر تجعله عنيفا، ومع مرور الوقت صار أكثر هدوءا ثم انزوى في زنزانته. صار يستحضر ما كان قد حفظه في صباه من قرآن، وقد ساعده رفيق في الزنزانة كان يداوم على تلاوة القرآن. ثم ذات يوم قرر هشام أن يتقدم بطلب لتحضير البكالوريا، كانت نقطة تحول كبرى في حياته. كان يحس بالندم كلما آوى إلى نفسه، وكان يواجه مأساته بالاجتهاد. حصل على البكالوريا وسمح له بتحضير إجازة في العلوم الشرعية. مرت 10 أعوام الآن على إيداعه السجن. بقيت له 5 أعوام إذ استفاد من خفض للعقوبة الحبسية لحسن سلوكه. كان السجناء يلقبونه بالفقيه هشام، وكان يؤم الذين يصلون منهم، بل إنه لما تعمقت معرفته بالأحكام الشرعية والدينية صار من حين لآخر يقدم لهم درسا. بعد كل تلك السنوات تغيرت كثيرا ملامح هشام وطالت لحيته، وقد لوحظ أن امرأة وحيدة كانت تأتي لزيارته من حين إلى آخر، وكانت زياراتها تثير الفضول. ولكن الأكثر فضولا بين الفضوليين ما لبثوا أن علموا أن تلك المرأة ليست سوى جدة الفقيه هشام من أمه. لما تقرر موعد مناقشة الدكتوراه كانت رغبته أن يحضر والده وزوجته، وقد التمس ذلك من مدير السجن الذي لم ير بأسا في ذلك. دعي الحاج أبو المحاسن وزوجته وحماته إلى حضور مناقشة رسالة دكتوراه في سجن القنيطرة. حضروا وتابعوا المناقشة. لم يتعرف الحاج على ولده هشام ولا سلوى تذكرته. لما انتهت المناقشة رفع آذان المغرب. حاج أبو المحاسن في جملة من صلوا، وقد أعجب بإتقان ذلك الإمام لتلاوة القرآن. لما قضيت الصلاة وانصرف المصلون استبقى مدير السجن الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن، وتقدم معا نحو المحراب. كان الإمام جالسا، ولما دنا منه الحاج يريد تقبيل رأسه ارتمى الإمام على قدميه وراح يقبلهما. استغرب الحاج أبو المحاسن الذي حدث. قال الإمام وهو يبكي: ألست ذاكري يا أبي؟ أنا ولدك هشام، قد من الله علي بأن تبت إليه. لكم أن تتصوروا الذي أحسه الحاج أبو المحاسن. خرج الرجل وهو معانق ولده. كانت زوجته سلوى وأمها وابنها ذو 14 عاما ينتظرون. المرأة الوحيدة التي كانت تعلم هي جدة هشام من أمه. اقترب الحاج من زوجته سلوى وقال لها: ها هو ولدي هشام. دهشت. في تلك اللحظة اقترب منها وقبل يدها وطلب الصفح. لم تجب، نظرت إلى ولدها وقالت له: هذا أخوك هشام. تعانق الشقيقان طويلا. في تلك الأثناء رفع آذان صلاة العشاء. في العام 30-900 كانت مدينة تندوف مغربية، ظلت كذلك إلى أن ضمها الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر مستهل 50 القرن الماضي. في تندوف في العام 30-900 ولد علي التواتي،
وقد أنهى علي مساره الدراسي في مدرسة تكوين الضباط، وكان من الضباط المرموقين في الجيش الفرنسي. في العام 56 900 و1000 بعد حصول المغرب على الاستقلال، كان الضابط علي التواتي في جملة الضباط الذين اعتمد عليهم في تأسيس القوات المسلحة الملكية. تدرج وارتقى الرتبة تلو الرتبة، وحين أحيل على المعاش كان برتبة عقيد. خلال وجوده في فرنسا تعرف إلى فتاة فرنسية ما لبث أن تزوجها. كان سعيدين وقد رزق مولودا، تفانيا في تربيته وتعليمه في أرقى وأحسن المؤسسات التعليمية إن في المغرب أو في فرنسا. كان الكولونيل علي التواتي يحب الطبيعة، ولذلك نراه في العام 70 900 و1000 يشتري منزلا في تمارا. كان المنزل وسط أرض تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، وقد جعل منه العقيد التواتي متنزها حقيقيا لكثرة ما جلبه إليه من نباتات وأشجار متنوعة. بعد أن أحيل على التقاعد في العام 95 900 و1000، استقر العقيد التواتي وزوجته في هذا المنزل الجميل. كان سعيدين، ولكن يد المنون امتدت فجأة إلى زوجته التي ماتت بعد مرض لم يمهلها أكثر من 3 أيام. صار العقيد التواتي وحيدا الآن. سنوات زواجه جعلت الطبخ المغربي يغيب عن مائدته، ولذلك فكر في توظيف خادمة تجيد الطبخ المغربي. سائقه ويدعى إدريس الزعري كان يلاحظ البحبوحة التي يعيش فيها العقيد، كان يغبطه. على النقيض من رغد العيش في منزل العقيد التواتي، كان شظف العيش يحيط بحياة إدريس الزعري. كان إدريس قد تزوج قبل بضعة أشهر من 20 هي بنت عمه، كانت على قدر محترم من الحسن، حسن صمد في وجه الفاقة التي ترعرعت فيها. لما علم إدريس بأن العقيد يريد سيدة تتقن الطبخ المغربي، لمعت في ذهنه فكرة، لما لا تكون الطباخة زوجته؟ أبلغه أنه يعرف سيدة تجيد الطبخ المغربي، قال له إنها أخته عائشة. وافق العقيد على تشغيل عائشة. في مرحلة أولى كان السائق إدريس لا يسعى سوى إلى توفير دخل إضافي، وها هي الفرصة قد أتيحت له. منذ اليوم الأول لحضور عائشة تغير إيقاع الحياة في بيت الكولونيل، أعادت ترتيبه، واستشعر العقيد أن الحزن الذي سكن أركان البيت بعد وفاة زوجته قد رحل وتلاشى. كانت عائشة تتقن الطبخ المغربي، أذاقت الكولونيل أطباقا مغربية مختلفة، ومنذ اليوم الأول حرصت على تقديم وجبة الفطور باكرا كما يحب العقيد. كانت تلك مرحلة أولى، ولكن فيما يبدو الخطة التي وضع السائق إدريس مراحل. لقد جعل زوجته الشابة توافق على المضي إلى حدود قصوى لا يقبل بها الإنسان السوي من أجل المال. كانت عائشة تتعمد الدخول على العقيد الشيخ في غرفة نومه بملابس نومها الشفافة، كانت ذريعتها عدم التأخر في تقديم وجبة الفطور. في هذه المرحلة الثانية، وكان الجو صيفيا شديد الحرارة، أوحى إدريس إلى زوجته عائشة، أخته حسب ما أوهم به العقيد، أن تنام مجردة من كل ثيابها، وسوس لها أن تتأخر ولا تستيقظ، أن تظل في غرفتها. صباح ذلك اليوم استيقظ الكولونيل باكرا، ترقب أن تأتي عائشة بالفطور، ولكنها لم تطرق الباب. تريث قليلا ثم قرر أن يتفقدها. طرق باب غرفتها، لم يكن الباب مغلقا، ولما لم يسمع جوابا دخل. كانت هناك بلا ملابس. وقف الشيخ مشدوها، أفي يقظة هو أم في حلم؟ اقترب من الرشيقة المستلقية على الفراش، كانت عيناها مغمضتان، لم يتمالك نفسه، اقترب، ولما لمست يداه جسدها استيقظت مضطربة، بدت مضطربة، بدأت تصرخ تنادي إدريس أخاها. حضر إلى الغرفة، كان العقيد واقفا، كانت تتوسل إلى إدريس أن ينقذها من الشيخ الذي أصابه الجنون، كانت تصرخ تدعو إدريس أن يعيدها إلى بيت أبيها. يا للفضيحة، كل ذلك كان فصلا من مسرحية. رأى إدريس أن زوجته، أخته بالنسبة للعقيد، قد أجادت الدور في الخطة مرحلة أخرى. ضعف العقيد، توسل إلى إدريس لا يتسرع في الرحيل. كانت عائشة تتظاهر بأنها تريد الذهاب، وكان إدريس يتظاهر بأن ما صدر عن الكولونيل
قد أغضبه، وبالتالي فإنه تضامنا مع شقيقته سيترك عمله. كان العقيد يرجوه أن يقنع عائشة بالبقاء. ظلت صورة عائشة كما باغتها في غرفة نومها عالقة في ذهنه، كانت نارا تلتهم أحشاءه. حركت رجولته التي حسبها أفلت بموت زوجته الفرنسية. كان العقيد مصرا على أن تبقى عائشة وألا يرحل إدريس. تظاهر إدريس بأنه اعتبارا للسنوات التي قضاها في خدمة الكولونيل فإنه لن يتخلى عنه في الحين، سيظل في الخدمة إلى أن يجد سائقا آخر، والواقع أن في الخطة مرحلة أخرى. رحلت عائشة، كان العقيد مفتونا بها، استعان بطبيب نفساني بعد أن حكى له الحكاية، نصحه بالزواج منها. كان إدريس يتحكم في الطريق إلى عائشة، عرض عليه العقيد التوسط في زواجه منها، استمهله بضعة أيام، كان الانتظار قاتلا. رتب إدريس المرحلة الموالية من خطته، وافقت زوجته على المضي في اللعبة. في نهاية الأمر ستعمل من أجل الحصول على جزء مما يملكه الكولونيل. في اليوم السابع جاء إدريس وكانت معه. استقبلهما العقيد في الصالون. لما فتح موضوع الزواج همست في أذن إدريس شقيقها المزعوم أن يحدد الشروط. في تلك الجلسة سلمها العقيد 50,000 درهم نقدا، كان مقدم صداقها. تم إعداد الوثائق وتم تزويج العقيد بعائشة البكر المصون كما ورد في عقد النكاح. في الأيام التي تلت أذاقته من المتعة أشكالا وأنماطا لم يكن سنه يتيح له مسايرة شبابها. خارت قواه. كانت خطة عائشة أن تجعل الشيخ يفرط في تناول عقار الفياجرا. كانت وزوجها إدريس واثقين من أن ذلك العقار سيعجل برحيل العقيد. كانت عائشة تلح على زوجها العقيد أن يهب شقيقها المزعوم إدريس منزلا يأوي إليها. استجاب ووهبه منزلا كان آيلا إلى السقوط، ولكن الأرض التي شيد عليها صارت ذات قيمة عقارية هامة. قبل إتمام إجراءات الهبة كانت عائشة قد أجبرت زوجها الذي دفعها إلى عمق اللعبة على أن يوقع إقرارا بالدين. هي الآن لم تعد تثق به ولا تريد أن تخسر نصيبها في الغنيمة. أدمن العقيد على عقار الفياجرا، وفي ليلة من ليالي شتاء العام 99 900 وألف فارق الحياة. استدعت عائشة إدريس زوجها الشرعي، فتش الغرفة، اكتشف أن للعقيد الراحل حساب بنكي بما يناهز 1,000,000 درهم. أخذ إدريس ورقة من دفتر شيكات، جعله شيكا 350,000 درهم. بحث في أوراق العقيد الهالك، وجد ورقة تحمل توقيعه، قلد التوقيع وصار الشيك جاهزا للصرف. ألبس العقيد جثته ملابس النوم. استولت عائشة على ما كان من مال في صندوق لم يكن العقيد يفارق مفتاحه. ذهبت وإدريس إلى منزلهما بالرمان حيث أخفيا ما استوليا عليه من مال. بعد ذلك ذهب إدريس إلى البنك ودون صعوبة صرف الشيك الذي حرره ووقعه. كان موظف البنك قد سجل رقم بطاقته على ظهر الشيك. الآن فقط آن الإعلان عن وفاة العقيد التواتي. اتصلت بولده وأبلغته أن والده قد توفي صباحا. طلب منها ألا تغير شيئا في الغرفة. اتصل بطبيبه الخاص. لما حضر الطبيب أكد أن العقيد توفي منذ أكثر من 12 ساعة. اكتشف على الطاولة في غرفة النوم عدة علب فارغة من عقار الفياجرا. ظن أن سبب الوفاة هو الإفراط في تناول ذاك العقار. رأى الطبيب إدريس السائق واقفا إلى جانب أرملة العقيد علي التواتي. تذكر أن هذا الرجل حضر إلى عيادته منذ بضعة أشهر وادعى أنه أصبح عاجزا جنسيا فوصف له الفياجرا، واستغرب الطبيب أن يكون هذا الشخص في بيت الهالك عن طريق الصدفة. انفرد الطبيب بابن العقيد الهالك وطلب منه أن يعمل على نقل جثة أبيه إلى مستودع الأموات لإجراء فحص أكثر دقة. فحص الطبيب الشرعي الجثة، وبعد أن حصل على الإذن الضروري عمد إلى إخضاعها للتشريح. خلص إلى أن الرجل مات منذ أكثر من 24 ساعة، وأن الإفراط في استعمال الفياجرا كان السبب في وفاته.
لم يقل ما إذا كان الهالك تناول الفياجرا طوعا أم أجبر على ذلك. كانت هناك شكوك دفعت وكيل الملك إلى إحالة الملف على الشرطة القضائية للبحث. ادعت عائشة حين استجوابها أن الهالك كان من يصر على تناول الفياجرا. انتقل المحققون إلى الرمان لاستجواب والد عائشة. كان رجلا شيخا، ما أن سئل عن عائشة حتى انفجر ناقما على زواجها من ابن عمها. وجد العميد غموضا يحيط بمسألة اسم الزوج الحقيقي لعائشة، فطلب منها أن تدلي بوثيقة زواجها من علي التواتي. بادرت إلى تقديمها. عند قراءتها تبين أن الذي زوجها إياه هو شقيقها إدريس، في حين صرح والدها بأن إدريس هو زوجها، ولذلك كان لابد من الرجوع إلى الملف الذي تم تقديمه إلى العدلين لإبرام العقد. تبين من فحص الملف أن عائشة يتيمة وأن شقيقها إدريس هو الذي زوجها. صدر أمر إلى المفتشين أن يطلبوا من أبي عائشة في الرمان أن يدلي لهم بدفتر الحالة المدنية وإذا أمكن بعقد زواج ابنته من ابن عمها إدريس. لم يتردد، وبعد فحص الوثيقتين لاحظ المفتشون أن الأمر ملتبس عليهم. رفعوا نتيجة البحث إلى العميد الذي أمر بإقناع الشيخ بمرافقتهم إلى مقر الشرطة بالرباط للتعرف على ابنته وزوجها. كان من الضروري إجراء تفتيش دقيق داخل منزل السيد علي التواتي قصد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل استنطاق الظنينين. وهكذا جمع الباحثون من غرفة النوم وبالذات من خزانته الحديدية التي أعطتهم عائشة مفتاحها مجموعة من وثائق المحافظة العقارية ودفاتر الشيكات. وبعد الفحص الدقيق جاء الدليل على أن المستفيد هو إدريس الزعري. حضر والد عائشة فعرضت عليه ابنته، وأكد أن الأمر يتعلق فعلا بابنته عائشة وبزوجها وابن عمها في آن إدريس، وقد زاراه بالأمس وأمناه على حقيبة مملوءة بالمال وضعها في دولابه الخاص. كانت البداية لتعميق البحث مع الظنينين بغاية الوصول إلى الحقيقة. انتقلت عائشة إلى الاعتراف. كانت كل القرائن تؤكد تورطها وزوجها في قتل العقيد علي. فجأة دخل شرطينا المكتب، بدا مضطربا، همس في أذن العميد كلاما لم تسمعه. لما خرج بدا العميد مستعجلا إنهاء التحقيق. فاجأته بأن سألته إن كان الوغد إدريس قد مات. سألها كيف علمت؟ اختصرت المسافة وقالت إنها التي قتلته انتقاما لشرفها وعقابا له لأنه باعها بثمن بخس إلى الكولونيل. قالت إنها جرعته سما سريع المفعول. في ضيعة قريبة من حد كورت في الغرب، كانت الفتاة زهور بنت عبد القادر المصمودي تعمل خادمة. كانت في 16 ولم يكن عملها في تلك الضيعة التي يملكها رجل ثري من مكناس عملها الأول، فقد سبق لها أن اشتغلت في بيوت بسيد قاسم وهي طفلة في رابعها العاشر. في ربيع العام 98 900 وألف استقبل أهل الضيعة شابا قادما من الدار البيضاء. كان ابن رجل أعمال اسمه الطنجي الأندلسي. جاء ذلك الشاب لقضاء بضعة أيام يبتعد فيها عن الدار البيضاء وإيقاع الحياة السريع بها، وقد وفرت له الضيعة أسباب الراحة التي كان ينشدها. ولم يكن ليخطر بباله وهو يقصد إلى تلك المنطقة المتوارية في الغرب أن يصادف هناك وفي تلك الضيعة بالذات من سيقع في حبها. منذ اللحظة الأولى التي وقع فيها نظره على زهور أصابه سهم الحب فوقع في غرامها. منذ تلك الفترة صار الشاب القادم من الدار البيضاء واسمه فؤاد بن دريس طنجي الأندلسي يكثر من التردد على ضيعة أصدقاء العائلة في أطراف حد كورت. استمر على ذلك الحال بضعة أشهر، ثم ذات صباح بدا وقد اتخذ قراره. فاتح والده في أمر زواجه. كان في 25 ولم يكن لدى والده مانع أو اعتراض على أن يتزوج ولده الوحيد، غير أنه ما أن علم منه أنه ينوي الزواج من الخادمة التي تعمل في ضيعة تلك العائلة الصديقة حتى استشاط غضبا وصار يعرض عنه ولا يقبل الحديث إليه أو الإنصات إلى ما يقول.
كان عفاف الفتاة الخادمة يزيد من حبها له، وكانت هي لا تعير ولهه بها كبير اهتمام. كانت تقول في نفسها إن الشاب الثري ربما سعى لمتعة عارضة عابرة. في الحقيقة رفضت التجاوب مع إيحاءاته وإيماءاته. ألم تتعرض للطرد من عملها في السابق بسبب رفضها مسايرة نزوات أبناء مشغليها؟ وإذن لا داعي للجري وراء السراب، كذلك كانت تقول في نفسها. أصر فؤاد على المضي في مشروع الزواج حتى نهايته. كان قد وفر مالا من تجارة كان يديرها مع والده، وذات يوم من أبريل من العام 99 900 وألف قصد منزل عائلة زهور. استقبله والدها في منزله المتواضع في تلك القرية التي لا تصلها السيارات. لم يحل فقره دون الاحتفاء بضيفه. لما طلب منه يد ابنته زهور لم يجد عبد القادر المصمودي ما يعترض به على ذلك الزواج. قبل صيف ذلك العام أقام فؤاد حفل زفاف محترم لزهور، وكان قد فرض لها مهرا محترما منحت منه قدرا لوالدها الذي استثمره في شراء 10 بقرات. كان ذلك مشروعه للانفلات من دوامة الفقر التي كان يعيش فيها. لم يكن باستطاعة فؤاد أن يعود بعروسه إلى بيت عائلته الثرية في الدار البيضاء. والده ما زال مصرا على رفض زواجه من الخادمة، وقد بنى لها بيتا بالقرب من منزل والدها. كان منزلا صغيرا ولكنه استوفى شروط العيش الكريم. غاب عن عائلته 2 شهر، استمتع خلالهما بزوجته الشابة التي لم تكن تقصر في خدمته وطاعته. ثم بعد 2 شهر قرر العودة إلى منزل عائلته في الدار البيضاء. كان يحلم أن يغير والده موقفه، كان يحلم بذلك، ولكن والده لم يغير موقفه، بل إنه هذه المرة هدده بأن يسخط عليه إن هو لم يطلق تلك الخادمة. في الآن نفسه كان يعده بزوجة من أجمل بنات العائلات الثرية التي كان يتعامل معها في الدار البيضاء. كان ضغط والده قويا، ولذلك لم يجد بدا من الامتثال والاستجابة لما يطلبه. فقط اشترط على والده أن يكون تطليقها مقرونا بمنحها تعويضا ماليا يكفيها العودة إلى العمل في البيوت. لم يصمد حب فؤاد الطنجي الأندلسي ابن الأغنياء لزهور بنت عبد القادر المصمودي ابنة العائلة القروية الفقيرة. كان إدريس الطنجي الأندلسي والد فؤاد يرى أن التعويض المطلوب مهما بلغت قيمته سيكون هينا كمقابل للعودة بالشاب إلى ما يراه طريق الصواب. طلقها وتولى والده الباقي، كلف عونا قضائيا بإبلاغها ورقة الطلاق وشيكا بمبلغ 50,000 درهم كتعويض. يصعب القول إن زهور تقبلت الأمر بسهولة، ولكنها في الظاهر على الأقل لم تبدي كبير أسف على ذهاب ذلك الشاب الثري الذي كان زوجها خلال 2 شهر. لم تكن تخرج من حساباتها مثل تلك النهاية. بعد 1 أو نحو 1 شهر بدأت تظهر عليها علامات الحمل. استثمرت التعويض الذي توصلت به من طليقها في شراء 2 بقرات أضافها والدها إلى حظيرته. كانت وهي القروية الأصيلة ترى أن ذلك الاستثمار قد يقيها مع مرور الأيام الوقوع في الفقر من جديد. لاقت من والدتها عناية وحنانا. ظهر حملها للعيان، ولكنها ظلت مصرة على ألا تعيد الاتصال بفؤاد. بالنسبة إليها فإن الرجل الذي يتخلى عن زوجته بتلك السهولة وكأنه تخلص من أسمال بالية لا يستحق أن يكون أبا، لا يستحق. وضعته ذكرا واختارت له من الأسماء إدريس، وهو اسم جده لأبيه إدريس بن أحمد الطنجي الأندلسي. تمكنت من تسجيله وحصلت على كناش للحالة المدنية. كان لزهور ابن عم نال حظا من التعليم، كان يتابع حالتها وكان يكن لها في نفسه حبا ما لبث أن عبر عنه بأن خطبها من والدها بعد أن وضعت حملها. رأت فيه الزوج الأنسب لها، فهو فضلا عن كونه ابن عمها ابن بيئتها كان شابا يحب العمل. مرت الشهور والسنون وانقطعت كل الأخبار عن فؤاد الطنجي الأندلسي. عاد إلى وسطه وبيئة الأثرياء التي نشأ فيها.
لم تكن زهور لتذكره أو لتفكر فيه لولا هذا الصبي الذي يكبر تحت أنظارها ويحمل اسم أبيه. ما لم تعلمه زهور أن فؤاد لم يتزوج بعدها، ولم يفلح والده في إقناعه بالزواج من واحدة من بنات تلك العائلات الثرية التي يتعامل معها، وفي نهاية الأمر ترك له شأن الاختيار. ما لم تكن تعلمه زهور أن الشاب الذي غامر بالزواج منها لم يحب قط بعدها. ربما كانت له بضع مغامرات ذات اليمين وذات الشمال، ولكنها لم تتجاوز حد المغامرة ولم تتطور أي من تلك العلاقات التي أقامها مع نساء تعرف إليهن إلى حد الزواج. لا أحد سيخبر بالسر الكامن وراء عدم محاولته ربط الاتصال من جديد بتلك التي أحبها وشق عصا الطاعة على والده من أجلها قبل أن ينثني ويتراجع. كبر إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي مع 3 إخوة له من أمه، ولم يلمس يوما أي تمييز من قبل زوج أمه عبد الوهاب بن أحمد المصمودي. كان بالنسبة له الأب الذي لم يلده، وكان نعم الأب. معاملته تلك هي التي جعلت زهور تزداد تعلقا به وتحبه أكثر. في العام 2007 كان إدريس يستعد لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، كان تلميذا نجيبا، وكانت أسرته تعلق على نجاحه أملا كبيرا. كان بصدد إعداد ملف الترشح للبكالوريا لما اكتشف أنه بالرغم من أن اسمه مدرج في كناش الحالات المدنية التي حصلت عليه والدته لم يكن مقيدا في السجلات. ضابط الحالة المدنية الذي تولى أمر تسجيله قبل 17 عاما أهمل تقييده في السجلات. وقتها كان قد وعى بأن عبد الوهاب بن أحمد المصمودي لم يكن والده وإنما كان زوج أمه. كان يعلم أن والده يسمى فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي. لقد سبق لأمه أن حدثته عنها، ولكن تركيزها على سرعة تخليه عنها ورث لدى الفتى إعراضا عن النبش في ذاك الماضي. كان عليه أن يرفع دعوى قضائية لتدارك إدراجه في سجلات الحالة المدنية. التجأت أمه إلى محام من سيدي قاسم اسمه عبد السلام بوضاف، بعد أن أوصى به صديق لزوجها عبد الوهاب. كانت ترغب في تسريع وتيرة تسوية وضعية ولدها. كان كناش الحالة المدنية الذي حصلت عليه زهور في جملة الوثائق التي تضمنها الملف. وقد عجب المحامي بوضاف لكون الفتى يحمل الاسم العائلي الطنجي الأندلسي، وأن والده يسمى فؤاد. علم من زهور أن فؤاد الطنجي الأندلسي كان زوجا لها وأنه طلقها قبل 17 عاما. الذي سكت عنه المحامي عبد السلام بوضاف ذو أهمية قصوى، ويخص مآل فؤاد الذي انقطعت أخباره عن زهور بعد أن طلقها. في العام 2007 كان إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي يستعد لاجتياز امتحان البكالوريا. وقتها صار يعلم أن عبد الوهاب بن أحمد المصمودي لم يكن والده الذي ولده، ولكنه كان زوج أمه وابن عمها الذي تزوجها بعد أن طلقها أبوه الطبيعي فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي. كانت أمه زهور بنت عبد القادر المصمودي تحكي له من حين لآخر عن مراحل من ماضيها، ولم تكن تتوقف كثيرا عند زواجها من فؤاد الذي لم يستمر سوى 3 أشهر. ولذلك لم يكن إدريس يعير كبير اهتمام بهوية والده، كان يعلم أنه من الدار البيضاء. اكتشف إدريس ومعه والدته أن ضابط الحالة المدنية الذي سلمها كناش الحالة المدنية حيث تم تسجيله تهاون في إنجاز عمله كاملا، ولم يدرج اسم إدريس في السجلات، ولذلك طرحت ضرورة رفع دعوى قضائية لتسوية الوضعية. كان اقتراب موعد إجراء امتحانات البكالوريا عامل ضغط شديد على الأسرة، وقد سعى عبد الوهاب المصمودي زوج زهور من أجل تسريع وتيرة إنجاز المطلوب. نصحه صديق له بتوكيل محام من سيدي قاسم هو الأستاذ عبد السلام بوضاف. عجب المحامي وهو يتفحص الملف من أن الشاب يحمل الاسم العائلي الطنجي الأندلسي، وأن أباه يدعى فؤاد بن دريس. علم من زهور
أن فؤاد بن دريس طنجي الأندلسي ابن رجل الأعمال المعروف في الدار البيضاء طلقها منذ 17 سنة خلت وانقطعت كل صلة بينهما، بل إنه لم يعلم لما طلقها أنها كانت حاملا. صمت المحامي ووعد بالحصول على تسوية وضعية إدريس في سجلات الحالة المدنية. في الحقيقة لم يخلف وعده، وبعد أسابيع قليلة كان بين يدي زهور حكم قضائي مكنها من إدراج اسم ولدها إدريس في السجلات المركزية للحالة المدنية. لم تسأل زهور ولا زوجها عبد الوهاب عن السر الذي جعل المحامي عبد السلام بوضاف يعجب لكون الشاب إدريس يحمل الاسم العائلي الطنجي الأندلسي، ولعلهما ظن أن الرجل إنما عجب لأن هذا الاسم العائلي لم يكن معروفا في سيدي قاسم وفي منطقة الغرب. ثم في نهاية الأمر ما كان يهم هو الحصول على تسوية وضعية إدريس، وقد تسنى ذلك ولا ضرورة إلى التساؤل. اجتاز إدريس امتحان البكالوريا بنجاح، وأقامت زهور حفلا بالمناسبة دعت إليه جيرانها في القرية. بعد أن انتهى فصل الصيف انتقل إدريس إلى الدار البيضاء حيث التحق بالمعهد العالي لتسيير المقاولات. كان محظوظا وحصل على سكن في الحي الجامعي. صحيح أن غرضه الأول كان الحصول على شهادة عليا، ولكن إحساسا غريبا صار يتملكه منذ أن وطئت قدماه الدار البيضاء. في هذه المدينة التي تموج بالحركة يسكن والده الذي لم يعرفه. قرر أن يحاول الوصول إليه، كان يريد أن يعرف السر الكامن وراء اختفائه وتطليقه أمه دون سبب واضح ولا مقدمات. لم يطلب من أي أحد أن يساعده، في النهاية ذاك شأن شخصي لا يجوز أن يبوح به لأي كان. ذات مرة عزمه زميل له في الدراسة على تناول طعام الغذاء في منزل أسرته، وكان هذا الطالب حريصا على توطيد علاقته بإدريس إذ كان يساعده في إنجاز الفروض. حضر إدريس، وبينما كان مع زميله في قاعة الضيوف التحق بهما رب البيت. نهض للسلام عليه بينما قدمه زميله إلى والده: هذا صديق إدريس الطنجي الأندلسي. فوجئ الرجل بهذا الاسم، فقد اشتغل لسنوات طوال عميدا للشرطة في مصلحة الاستعلامات العامة. بعد دقائق سأل إدريس إن كانت له علاقة برجل الأعمال والثري المعروف في الدار البيضاء إدريس الطنجي الأندلسي. لم تكن لدى الشاب معلومات دقيقة وكافية للتأكيد أو النفي، ولكنه أجاب بأنه ابن فؤاد الطنجي الأندلسي، وأنه لم يعرف والده إذ طلق أمه وهي حامل في الأسابيع الأولى. لما نطق الشاب باسم فؤاد تذكر العميد حادثة مأساوية راح ضحيتها فؤاد ابن الرجل الثري إدريس الطنجي الأندلسي، فقد مات الرجل الشاب في حادثة سير مأساوية قبل بضعة أعوام. ما زال يذكر ذلك الموكب الجنائزي الكبير الذي سارت فيه شخصيات مرموقة عمومية ومن أوساط رجال المال والأعمال. تلك المعلومات التي نطق بها العميد المتقاعد فتحت أمام إدريس مجالا للبحث عن عائلته من أبيه. تطورت علاقته بصديق الدراسة وصار يتردد على منزل العميد، ولم يعد هناك من حاجز لطرح الأسئلة التي تؤرقه. وذات يوم طلب منه أن يساعده في الوصول إلى والده. كان عليه أن يودع طلبا لدى مصالح الأمن من أجل مذكرة بحث، وأن يرفقه بكل الوثائق التي تثبت هويته، فضلا عن نسخة من عقد زواج والديه. بعد أن وفر كل المطلوب وعده العميد بمساعدته وبأن يخبره بكل جديد في الموضوع. انطلق البحث عن فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي، وسرعان ما تبين من خلال رقم بطاقة التعريف الوطنية المدون في عقد زواجه من زهور بنت عبد القادر المصمودي أنه الشاب نفسه فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي الذي لقي حتفه في حادثة سير مروعة قبل بضعة أعوام، وأنه ابن الثري إدريس الطنجي الأندلسي. لم يعد هناك من شك في أن إدريس هو نجل فؤاد المتوفى. سعى العميد المتقاعد إلى الاتصال بجد الشاب والد فؤاد، وتبين له أن الرجل توفي منذ 3 أعوام،
وأن تركته عادت إلى حفيده إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي بناء على حكم قضائي توج دعوى مثل فيها إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي المحامي عبد السلام بوضاف. نقل العميد المتقاعد كل تلك المعلومات إلى فؤاد الذي نفى أن يكون على علم أو والدته أو أن يكون استفاد من أي تركة. رافق العميد الشاب إدريس إلى المحكمة. كانت الوثائق تفيد بأن المحامي عبد السلام بوضاف خاض معركة قضائية نيابة عن إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي باعتباره الوريث الشرعي الوحيد للمرحوم إدريس الطنجي الأندلسي. تبين من خلال الوثائق أن المحامي عبد السلام بوضاف تصرف في التركة بناء على تفويض عام تلقاه من السيدة زهور بنت عبد القادر المصمودي والدة إدريس. علم العميد ومعه الشاب إدريس أن تنفيذ الحكم القضائي تم قبل سنتين. تحاشى العميد المتقاعد الدخول في مواجهة مفتوحة مع المحامي بوضاف، ونصح إدريس بالاتصال به في سيدي قاسم وأن يسأله عن مآل الإرث. في المرة الأولى رفض استقباله لما علم أنه إدريس ابن زهور المصمودي، وادعى أنه لا يعرف تلك السيدة. طرده من المكتب، ولكن الشاب ظل ينتظره عند باب العمارة. وبينما كان يمشي نحو سيارته الفارهة باغته الشاب بأن سأله عن مآل إرث الطنجي الأندلسي. ارتبك المحامي، وتفاديا لكل تصعيد في الشارع لن يكون في صالحه، طلب من الشاب أن يعود إليه بعد بضعة أيام علّه يجد في ملفاته ملفا للسيدة زهور المصمودي. بعد أيام عاد إدريس يطرق باب مكتب المحامي عبد السلام بوضاف. يومها فاجأه بأن قدم له شيكا ببضعة آلاف من الدراهم. وما أن مد الشاب يده لتسلم الشيك حتى طلب منه المحامي أن يوقع على وثيقة، لما قرأها إدريس وجد فيها إقرارا بأنه توصل بكل مستحقاته. رفض الشاب التوقيع على تلك الورقة وغادر المكتب. في اليوم التالي أبلغ والد زميله العميد المتقاعد بكل ما حدث له مع المحامي بوضاف. التحق به العميد وحرر له شكاية وطلب منه أن يتقدم بها إلى مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. أبانت التحريات أن المحامي عبد السلام بوضاف كان خلال تدريبه في الدار البيضاء يعمل في مكتب النقيب عبد الرحيم المسيدي. اطلع على ملف حادثة السير المأساوية التي راح ضحيتها فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي، وعلم أن الشاب كان الولد الوحيد للثري إدريس الطنجي الأندلسي. لما حضرت السيدة زهور المصمودي إلى مكتبه لتوكيله من أجل تسوية وضعية ولدها إدريس في سجلات الحالة المدنية، لم يكن صعبا عليه أن يربط بين الوريث الوحيد وإرث إدريس الطنجي الأندلسي الذي كان يطالب به أبناء عمومة له. لحظتها جعل السيدة زهور توقع من حيث لا تدري على توكيل عام منها يتيح له التصرف في الإرث باسم إدريس الذي كان وقتها قاصرا. أنهى المحامي كل تواصل مع زهور يوم سلمها الحكم القضائي الذي أتاح تسوية وضعية إدريس في الحالة المدنية. بعد ذلك كانت معركة الإرث في الدار البيضاء، وكسبها وتصرف في تركة إدريس الطنجي الأندلسي باسم وريثه الشرعي الوحيد إدريس بن فؤاد. فشلت المساعي التي قام بها نقيب المحامين في الدار البيضاء من أجل تسوية حبية لهذا الملف، وتوصلت الشرطة بتعليمات من النيابة العامة للاستماع إلى كل أطراف ملف تركة إدريس الطنجي الأندلسي. نفت السيدة زهور أن تكون منحت أي تفويض للمحامي عبد السلام بوضاف لتمثيلها وابنها في قضية الإرث، لأنها بكل بساطة لم تكن تعلم لا بوفاة زوجها فؤاد ولا بوفاة والده إدريس. عمل إدريس بنصيحة والد صديقه ودفع بأنه كان قاصرا، وأنه الآن وقد بلغ سن الرشد القانونية فإنه يعترض على كل تفويض أو اتفاق وقعته والدته. في الآن نفسه تقدمت السيدة زهور بشكاية ضد المحامي عبد السلام بوضاف تتهمه بالتزوير والنصب عليها. تخلف المحامي بوضاف عن الحضور، ما استوجب إغلاق الملف وإحالته على النيابة العامة التي طلبت إجراء تحقيق، وبأن يتم في حال ثبوت التهم الموجهة إلى المحامي بوضاف
التعرض على كل ما قام به من نقل للممتلكات التي مصدرها تركة إدريس الطنجي الأندلسي. لم يكن المحققون بحاجة إلى النبش عميقا، فقد اتضح بالحجج أن المحامي عبد السلام بوضاف استغل جهل السيدة زهور وجعلها توقع له على تفويض شامل، كما أنه استفاد من جهلها بما حل بزوجها وبعائلته بعد أن طلقها. تم توقيف المحامي بوضاف وقدم إلى المحكمة التي أدانته بالمنسوب إليها وقضت باسترجاع كل ما استولى عليه من أملاك وأموال وتسليمها إلى الوريث الشرعي إدريس بن فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي. بلغ أحمد بن خالو 65، وآن له أن يحقق حلم أيام الشباب التي ولت، وأن يستقر في الجبهة التي عشقها عشقه للبحر وما يجود به من سمك. كانت الجبهة وأطباق السردين المشوي من الأمور التي لا تكاد تغيب عن أحاديث أحمد مع أصدقائه في مهجره هناك في بروكسل. وعلى مدى أكثر من 30 عاما ظل يؤم الجبهة لقضاء عطلة الصيف رفقة زوجته أمينة. لم يرزق الولد، وقالت ألسن في محيطهما إن المرأة عاقر، ألسن أخرى قالت إنه عقيم. يمارس أحمد بن خالو هوايته المفضلة الصيد. مع مرور الوقت صارت زوجته أمينة تشاركه تلك الهواية، تعلمت منه، وقد عاب عليه أناس من أهل الجبهة أن يصحب معه زوجته إلى الصيد. كانوا يرون كآبائهم أن مجال تحرك المرأة بيتها. تجاهل أحمد أقوالهم، تجاهلهم لما لقبوه البلجيكي، ومع مرور الوقت أمسكوا عن الخوض فيما لا يعنيهم. كان أحمد يقول لزوجته إنهم سينتهون عما يزعمونه لأن الأمر لا يعنيهم. لم تكن أمينة تقيم علاقات تذكر مع جاراتها، كن متحفظات مترددات في الانفتاح عليها. المرأة التي تنحدر من فاس تبدو أوروبية في سلوكها، وعلى النقيض منها كان زوجها حين لا يمضي إلى الصيد يجلس لساعات مع أبناء قريته وآخرين تعرف عليهم منذ أن بنى منزله في الجبهة في العام 76-900 نحن الآن في العام 2000. في ذلك العام بلغ أحمد بن خالو السن القانونية للاستفادة من منحة التقاعد، وقد رتب عاما من قبل استقراره في الجبهة. كان مشروع الطريق الساحلي مما شجعه على المضي نحو تحقيق حلمه القديم. ترددت أمينة قبل أن توافق، وقد وافقت بعد أن طمأنها بأنه لن يعارض سفرها إلى بلجيكا متى أرادت، فقد احتفظ بمنزلهما في بروكسل. في أواخر العام 2000 في منتصف دجنبر أبلغت أمينة زوجها برغبتها في السفر إلى بروكسل. كان قد استقر في الجبهة منذ 6 أشهر أو ما يزيد قليلا. حاول أن يقنعها بالانتظار إلى شهر فبراير أو مارس، ولكنها أصرت على السفر. في 20 من دجنبر كان أحمد يسوق سيارته على الطريق الساحلي، وجهته طنجة من حيث ستسافر أمينة إلى بلجيكا. أقلعت الطائرة بعيد منتصف النهار. بعد جولة خاطفة في شوارع طنجة قرر أحمد العودة إلى الجبهة إلى منزله. لما تجاوز وادلاو كان الظلام قد أسدل ستره. وصل متأخرا، كان المقهى حيث اعتاد اللقاء بالأصدقاء مغلقا. لوح بيده لحارس ليلي ومضى إلى منزله على بعد 2 زنقتين من الشارع الرئيس. لما كان يركن سيارته في المرآب لمح في المرآة العاكسة شخصا عبر واختفى. نزل من السيارة، ألقى بنظرة في الشارع، لم يرى أحدا. ربما خيل إليه أنه رأى أحدا. أغلق الباب الحديدي، عاد إلى السيارة فأطفأ الأنوار. من باب جانبي صغير نفذ إلى السلم. غرفة النوم في الطابق الأول، هي المرة الأولى التي سينام فيها وحيدا. أحس بالتعب، خلع حذاءه ووضع على كرسي معطفه الأسود، اندس تحت الغطاء. أحس بالمكان باردا في قمة الجبل ثلج.
لا يدري لما مضى تفكيره إلى الشخص الذي ظن أنه رآه في المرآة العاكسة وهو يعبر أمام باب المرآب. لم يرى ملامحه، كان يرتدي لباسا بلون داكن. تساءل هل ابتلعه الظلام؟ لم تكن بالشارع إنارة. ثم نام. في الصباح استيقظ متأخرا، هو تعب الرحلة إلى طنجة ذهابا وإيابا. رن هاتفه، هي أمينة تبلغه بعد نحو 24 ساعة أنها وصلت إلى بروكسل. لم يستغرب، أنهى المكالمة سريعا ومضى إلى المطبخ ليعد وجبة الفطور. أحس وكأن أحدا يراقبه، كان إحساسا غريبا، وسرعان ما عاوده التفكير في ذلك الشخص الذي ظن أنه رآه بينما كان يركن سيارته في المرآب. فتح النافذة، الجو بارد، مطر خفيف يبلل الأرض، لا أحد في الشارع. وفي اللحظة التي استدار فيها يريد العودة إلى المطبخ، وجد نفسه وجها لوجه مع شخص غريب. أراد أن يصرخ في وجهه ولكنه لم يقوى، ظل متجمدا مكانه يحدق في وجهه. هو الآخر لم يتحرك، وفجأة صاح في وجهه، كيف دخلت إلى هنا؟ من أنت؟ ماذا تريد؟ ظل ينظر إليه دون أن يبدو على وجهه الذي اكتسحته لحية سوداء أثر انفعال. ماذا تفعل في بيتي؟ اخرج وإلا اتصلت بالدرك. لم يتحرك، ظل مكانه كالتمثال. تقدم أحمد وأمسك بملابسه وخلخله بعنف، أراد أن يدفعه إلى السلم ويخرجه. لم يتحرك، نظر في عينيه وابتسم، للمرة الأولى ابتسم. من أنت؟ عابر سبيل. كيف دخلت إلى هنا؟ من الباب. ثم ابتسم من جديد، لا تخف، أنا لن أؤذيك، فقط أطلب منك أن تهدأ، لن أكلفك الكثير، وحين أطمئن إلى أن طريقي سالك سأغادر، لن تخسر شيئا إذا ما كتمت وجودي هنا. هل أنت جائع؟ نعم، لم أذق طعاما منذ يومين تقريبا. نظر إليه أحمد ومضى إلى المطبخ. كان المقراج قد ملأ المكان بخارا، أعد شايا وشوى قطع خبز كان قد اشتراها بالأمس، وضع على المائدة أيضا صحنا به زيت زيتون. جلس الغريب في كرسي مقابل، لما فرغ من الأكل قال له نادني عبد الله. صمت أحمد لعدة دقائق ثم رفع بصره نحوه. من أين أتيت يا عبد الله؟ من فاس. من فاس؟ نعم. وإلى أين تريد؟ أبحث عن أمي، قيل لي إنها تسكن في الجبهة. كانت نظرات أحمد بن خالو تشي بأنه لا يصدق ما يقوله الغريب. كانت تعيش في بلجيكا، تركتني رضيعا في فاس وفرت من زوجها أبي. كان رجلا فقيرا وكانت تحلم بحياة ترف، كذلك قيل لي. أنا عشت في بلجيكا ما يقرب من 40 سنة، ولا أعلم بوجود عائلة عادت من بلجيكا واستقرت هنا في الجبهة. ما اسمها أمك؟ أمينة. نعم، قيل لي إن اسمها أمينة. في لحظة ما أحس بأن السقف سيقع عليه، تساءل هل يكون هذا الغريب يعني أمينة زوجته؟ ثم ما لبث أن تذكر، فقد كان نسي أن زوجته عاقر. قلت إنها تركتك رضيعا وغادرت فاس. نعم، ثم رحلت إلى بلجيكا وتزوجت هناك. صمت أحمد من جديد، تساءل كيف وثق بهذا الغريب وكيف أمنه، ثم عاد يسأله يريد أن يعرف كل شيء. ومن قال لك إن أمك تزوجت في بلجيكا؟ أبي، أخبرته امرأة تقرب إليها كانت قد التقتها هناك في بلجيكا، وهي التي قالت إنها عادت لتستقر مع زوجها هنا في الجبهة. أنا أستطيع أن أتعرف عليها، معي صورتها التي بعثت بها إلى جدتي أمها وقتا قصيرا بعد وصولها إلى بلجيكا. كان يتكلم وهو يتحسس جيبه، أدخل يده ثم أخرجها تحمل ظرفا صغيرا، فتحه وأخرج الصورة، نظر إليها وابتسم.
جميلة كانت أمي. ناول أحمد الصورة ما أن أمسكها ونظر إليها حتى امتقع لونه وقام من مكانه. هذه زوجتي وهي لم تلد أحدا. نعم هي زوجتي أمينة، إنها عاقر. وقف الغريب الذي طلب أن ينادى بعبد الله. أريد أن أراها، أريد أن أراها. ليست هنا الآن ولا يمكنني أن أصدقك، فهي لم تخبرني بأنها تزوجت قبلي، ولم تحدث لي ذكرا عن ولد لها خلفته وراءها في المغرب. كذب عليك من قال لك. والصورة؟ لم يجد أحمد ما يرد به، فتلك الصورة لا يمكن أن تأتي إلا من عندها. أحس بأنها خانته إذ كتمت عنه سر زيجتها الأولى. التفت إليه وقال له إن أمينة سافرت بالأمس إلى بروكسل. رأى أن ما يزعمه هذا الغريب يحتاج إلى تدقيق. أخذ هاتفه وركب رقما. كان الغريب ينظر إليه في هدوء. ألو أمينة؟ لم يكن عبد الله الغريب يسمع ما تقوله، وكان يود لو يسمع. قال أحمد: هل تستطيعين العودة بعد يومين؟ نعم نعم، هناك أشياء ينبغي أن نحل لغزها سويا. استغرق الحديث كل سبل الإقناع، مرة بالاستفزاز وأخرى بوعود جميلة. لما انتهت المكالمة قال له إنها ستأتي بعد 3 أيام. مكن أحمد ذاك الذي اقتحم عليه حياته من وسائل النظافة، اغتسل ومنحه ملابس جديدة. بعد 3 أيام كان ينتظرانها في مطار طنجة. سلمت على أحمد ونظرت إلى الشاب الذي برفقته، بادرها بسؤال: ألا تعرفينه؟ نظرت إليه من جديد وقالت: لا لم أره من قبل. ستعلمين. كان قوله ذاك مزيجا من الوعد والوعيد، كذلك أولته. لما ركبوا السيارة أبلغها أحمد بأن الذي معهما في السيارة يقول إنه ولدها وإن اسمه عبد الله. تدخل الغريب: لا يا سيدي، الآن سأقول اسمي الحقيقي، أنا يونس. اسمحي لي يا سيدتي. التفتت إليه: هذه الصورة، أليست صورتك؟ أمسكت الصورة ونظرت إليها مليا. نعم هي صورتي، من أعطاك إياها؟ جدتي. ألم تخلفي وراءك رضيعا حين غادرت خلسة إلى بلجيكا؟ وجد أحمد بن خالو نفسه في مواجهة لغز غامض التي عاشرها زوجة أكثر من 30 عاما كتمت عنه زواجا أول لها. أكثر من ذلك كتمت عنه أنها لما جاءت إلى بلجيكا تركت وراءها رضيعا. يتساءل عن حقيقة هذه المرأة التي منحها زهرة الشباب وأعز أيام العمر، من تكون؟ لعلها تحادثت مع ذلك الشاب الغريب الذي ادعى أن اسمه عبد الله وأنه ابن لأمينة من زواجها الأول، قبل أن يعلن لما قابلها أن اسمه يونس. لا يسمع إلا تلك الأسئلة التي تضج في ذهنه: هل حقا هو ابنها؟ هل حقا هي الصدفة وحدها التي جعلته يأتي إلى بيته هناك في الجبهة؟ صار يشك في كل شيء. كانت السيارة تدخل الطريق المفضية إلى تطوان. فكر في التوقف وإنزالهما، ثم قال لنفسه إنه سيرتكب خطأ كبيرا. عليه أن يعرف الحقائق كلها قبل كل قرار يتخذه. مع ريقه ابتلع ألما رهيبا كان يعتصره. كانت أمينة الجالسة بجانبه تنظر إلى الصورة التي تسلمتها من يونس. لم ترد عليه حين سألها عما إذا كانت تركت رضيعا لما سافرت خلسة إلى بلجيكا. صمتها ذاك سم قاتل يحس به أحمد في أحشائه. يؤلمه أكثر أنها لم تدع شيئا من كبريائها. كانت من سن عمرها 50 تلقي إليه من حين إلى آخر بنظرات خلت من كل ندم أو أسف. لزم الشاب الذي في الكرسي الخلفي الصمت هو الآخر. كان أحمد حين ينظر إليه في المرآة العاكسة يحس بأنه محرج. يأتيه من أعماقه صوت يدفعه إلى التعاطف مع ذلك الشاب الغريب الذي دخل عليه بيته من غير استئذان.
لم يؤذه، وكان بإمكانه أن يؤذيه وأن يقتله حتى، وأن يسرق أشياءه وماله ويمضي، لن يعرفه أحد ولن يشك فيه أحد. في مدخل تطوان حاجز للشرطة. خفف أحمد السير ثم توقف. تقدم شرطي نحو السيارة ونظر إلى الوجوه التي بداخلها، ثم أشار إلى السائق بالمرور. نظر أحمد في المرآة، لم يكن الشاب خائفا ولا متوترا. قال في نفسه لو كان مقترفا جرما لبدا عليه الاضطراب. الصمت المخيم داخل السيارة جعل صوت المحرك يسمع بوضوح. أراد أحمد أن يكسر تلك الرتابة. امتدت يده إلى راديو كاسيت وضغطت على زر التشغيل. على الموجة التي كان عليها المذياع أغنية للحسين سلاوي. بدا وقد فوجئ بأنه وصل إلى ودلو، نسي القرى التي مر بها من قبل. كل تفكيره ينصب على هذا اللغز المحير الذي وجد نفسه في مواجهته وهو في هذا السن. حسب أن سيني التقاعد ستكون من أسعد سنوات عمره. وصل عصرا إلى الجبهة، لم يكلمها ولم يكلم يونس. أدخل السيارة إلى المرآب. جاء الشاب يحاول مساعدته في إغلاق الباب الحديدي. التقت نظراتهما، هم أحمد بسؤاله ثم تراجع. كان يريد أن يسأله إن كانت هذه هي أمه، وإن كان يجد في نفسه ميلا ما نحوها. ربما أتيحت له الفرصة لاحقا ليقول ما يريد. مضت أمينة إلى غرفة النوم بينما استلقى أحمد على الكنبة. في الكرسي المقابل جلس يونس. قل لي، هل هو اسمك الحقيقي يونس؟ نعم هو ذاك اسمي. قل لي يا يونس. نعم. هل أحسست بأنها أمك كما كنت تظن؟ نعم. ثم هي لم تنكر، ربما فاجأها ظهوري. في تلك اللحظات دخلت أمينة، نظرت إليه. ما اسم جدتك؟ باغته سؤالها ذاك. سعدية. وما اسم أبيك؟ أبي؟ نعم أبوك. لحسن، لحسن بن غسان. علّه أحس بها وكأنها تريد معلومات أخرى حتى تطمئن، فأضاف أبي كان يعمل دباغا لما ولدت، وهو الآن تاجر مصنوعات جلدية. تقدم إلي، نظر إليها واحمرت وجنتاه. أحمد المستلقي على الكنبة يتابع حوارهما. تعال، إذا كنت ولدي فسأعرفك الآن. انزع معطفك. نزع معطفه ووضعه على الكرسي. القميص. فك أزراره. أحس بحرج شديد بينما استوى أحمد جالسا يراقب ما يجري دون أن ينطق بكلمة واحدة. تقدمت المرأة نحوه، نظرت أعلى كتفه، بقعة حمراء تشبه في شكلها قطرة ماء. أنت ابني. ضمته إليها بحرارة. رأى أحمد دمعها المنهمر من عينيها المغمضتين. ظل مكانه صامتا ثم أرسلته. كانت وجنتاه قد ازدادت احمرارا. التفتت إلى أحمد وهي تمسح دموعها بمنديل. قالت له لم أكن أظن أنني سأقابل ولدي ذات يوم، حتى أمي لم أرها منذ أن غادرت فاس قبل 35 عاما. كنت أخاف أن تعيدني إلى بيت ذلك الرجل الذي لم أحببه يوما. كان فقيرا وكنت شابة منطلقة إلى الحياة، أرفض أن أكون دون أخريات لا أقل عنهن شبابا ولا جمالا. يوم ولدته، قالتها والتفتت نحو يونس، كنت قد قررت الهروب. وضعته في بيت أمي، لم يسأل عني حتى انقضى شهران. أيقنت أن لا حياة لي معه بعدئذ. وذات مساء خرجت من بيت أمي ومضيت إلى المحطة، ركبت حافلة إلى طنجة. كان علي أن أحصل على جواز سفر. اشتغلت في مطعم شعبي عاما. تعرضت للتحرش وللإهانة أحيانا. ازداد إصراري على الرحيل. ثم ذات يوم جاءت امرأة إلى المطعم، أعجبتها وجبة طلبتها، ثم جاءت إلى المطبخ تطلب الوصفة. علمت منها أنها تعيش في بلجيكا. قلت لها أريد أن أهاجر،
تحدثنا عن إمكانية إقامة مشروع مطعم شعبي هناك. أعطتني عنوانها فليرحمها الله، هي التي ساعدتني لما وصلت إلى بلجيكا في العام 74 900 وألف. التفتت إلى أحمد وقالت: بقية القصة تعرفها. هز رأسه موافقا، مسحت دموعها، أضافت: لم أكن أرغب في العودة إلى هذا الماضي السحيق، كنت أريد أن أنسى كل شيء، حتى إحساس الأمومة كنت أريد أن أمحوه من أعماقي، وقد أنسيتني كل ذلك وعوضتني عنه بحب غمرني ويغمرني إلى اليوم. قال يونس: لا أحد حكى لي عن هذا، حتى جدتي لم تحكي لي قبيل وفاتها رحمها الله. هل ماتت أمي؟ نعم، ماتت جدتي منذ عامين تقريبا، وقد سلمتني تلك الصورة وأخبرتني بأنك تأتين إلى الجبهة لتمضية عطلة الصيف، ومؤخرا علمت من قريبتك تلك التي كنت تبعثين معها من حين إلى آخر ببعض الأشياء أنك قررت الاستقرار في الجبهة، ولذلك جئت باحثا عنك. صدفة لما غلبني الجوع والبرد تسللت إلى هذا المنزل، وقد عاملني العم أحمد بلطف لما أخبرته بأنني أبحث عن أمي، وقد شاء الله أن يكون البيت بيتكما. نظرت أمينة إلى زوجها يبدو متأثرا لما سمعه، قالت: أنا لم أخنك يا أحمد، لقد كتمت الذي كتمته حتى أجنبك عبء ما كنت أحمله، ربما لو كنت علمت ما تحملت، وقد أكون أخطأت التقدير. اسمع يا يونس، أنت رجلنا الآن، لم تعد طفلا، عليك أن تعلم أنني ما رحلت وخلفتك ورائي إلا لأنني كنت موقنة أنك كنت بين يدين أمينتين، ربما أكثر عطفا وحنوا مني وقتها لما كنت في 19 أو في 20. اعذرني يا ابني ولا تؤاخذني بما قمت به وأنا في ذلك العمر، كنت خائفة من أبيك ومن أن أغرق في الفاقة، فهربت وسلكت طريقا ظننت أنه لن يعود بي إليه. نهض أحمد من مكانه وعانق ربيبه الذي لم يكن يعلم له وجودا، علم منه فيما بعد أنه معلم خياطة تقليدية. قال له يمازحه: سأعلمك حرفة أخرى تعلمتها أمك. ما هي يا عم؟ الصيد، سنبدأ بطريقة ربط الصنارة. فلتطمئن الحوامل والوالدات ولا خوف على الصبيان، لن نخوض فيما قيل وما لم يقل بعد في أم الصبيان، تلك التي قيل إنها تسقط الأجنة من الأرحام وتخطف الصبيان وتضرب قدراتهم البدنية والعقلية. لن نخوض في تلك الأمور حيث تتلاقى الخرافة بالمعتقد الديني على مسرح أعرق الثقافات الإنسانية. ملفنا اليوم يعود بنا إلى العام 61 من القرن الماضي. كان المغرب قد استقل منذ بضع سنوات. في ذلك العام توصلت شرطة العاصمة بعدة شكايات تتعلق باختفاء أو خطف أو لنقل سرقة رضع حديثي الولادة. طرحت على مصالح الشرطة القضائية 7 ملفات، ولم تمكن الأبحاث من الوصول إلى تفسير للغز، لغز اختفاء أولئك الرضع. في ذلك العام 61 900 وألف كان عميد الشرطة الممتاز حميد البغدادي قد عاد قبل أسابيع من دورة تكوين في فرنسا، وقد أسند إليه وكيل الملك مهمة البحث والتحقيق في تلك الملفات بعد أن أعفى منها ضابط الشرطة المكلف بالأحداث في تلك السنوات البعيدة. كانت قضايا سرقة الأطفال تدخل في صلب اختصاصاته. انكب العميد الممتاز حميد البغدادي على دراسة تلك الملفات، كان يريد أن يطلع على تفاصيلها قبل أن يسند التحريات الميدانية إلى فرقته. ركز العميد في دراسته على القواسم المشتركة وما يمثل الاختلاف بين تلك الملفات 7 التي بدت وكأنها أعجزت المصالح الأمنية. كانت الأسر المكلومة بفقدان مواليدها ساعات بعد الولادة تتهم الأجهزة الأمنية بالعجز. استنتج العميد أن كل العمليات، عمليات خطف المواليد،
تمت في مصحات للخواص هي دور للولادة. في تلك المرحلة من تاريخ المغرب كان يرخص للقابلات بمجرد تقديمهن شهادات تكوين بفتح مصحات خاصة للتوليد. في الغالب الأعم كانت تلك المصحات تقام في فيلات ومنازل لم تشيد لتكون منشآت طبية. ما استنتجه العميد أيضا أن أيا من دور الولادة تلك لم تشهد تكرارا لعملية الخطف أو السرقة، وبدا أن من يقف أو يقفون وراء سرقة المواليد حديثي الولادة يختارون أهدافهم بدقة. في الغالب الأعم تكون مستهدفة الحوامل اللواتي تأتين منفردات أو اللواتي يتضح ألا سند قوي لهن. إثر تلك الدراسة المتفحصة للملفات المطروحة أوكل العميد البغدادي إلى أعضاء فرقته مهمة أولى تمثلت في زيارة المصحات التي شهدت اختفاء أو سرقة المواليد حديثي الولادة وحصر لوائح تتضمن أسماء العاملين في تلك المصحات من قابلات وممرضات وغيرهن. وقد كشفت تلك اللوائح أن ممرضات كثيرات لا تعملن بشكل دائم في تلك المصحات، بل كن من ممرضات الصحة العمومية وتعملن بشكل دوري أثناء العطل الأسبوعية وفي أوقات الراحة في تلك المصحات ودور الولادة الخاصة. كان يتحتم تنقيط كل تلك الأسماء التي جاء بها الباحثون، لم يكن ضمنها أي من الأسماء المعروفة لدى الدوائر الأمنية. استرعى اهتمام الباحثين اسم ممرضة واحدة اسمها فاطمة الهواج، وكانت حاضرة في كل المصحات وفي كل يوم اختفى فيه مولود حديث الولادة. كان حضورها ذاك يكفي ليضعها موضع شبهة. قرر العميد وضعها تحت المراقبة. استمر الحال كذلك شهرا أو ما يزيد دون أن يتمكن الباحثون من رصد ما يمكن الاعتماد عليه لإلقاء القبض عليها. كانت التحريات التي أجريت حول المرأة قد أفادت بأنها تشتغل بشكل دوري مع دور الولادة، وقد رأى الباحثون أن ذلك ما جعلها تتواجد في مؤسسات مختلفة. ومع أن الشكوك حولها قوية فقد لا يستبعد أن تكون الصدفة، والصدفة فقط هي التي جعلتها توجد في المصحات التي عرفت اختفاء مواليد حديثي الولادة وفي اللحظات التي اختفى فيها أولئك الأطفال. بعد أكثر من شهر شهدت فاطمة الهواج مساء 24 من غشت من العام 61 وهي تدخل إحدى دور الولادة. كانت في جملة دور الولادة التي لم تنلها سرقة للمواليد، وكانت تديرها مواطنة فرنسية تقدم بها العمر. كانت قابلة معروفة في الرباط، وبسبب سنها المتقدم صارت تقصر عملها على فحص الحوامل ثم توكل مهمة التوليد إلى قابلات وممرضات كن يعملن لديها لقاء نسبة معلومة من كلفة كل عملية توليد. في جملة أولئك كانت الممرضة فاطمة الهواج. كانت الساعة قد تجاوزت 8 مساء ما أن أبلغ العميد البغدادي بدخولها المصحة حتى أصدر تعليماته إلى كل أفراد فرقته لتكثيف المراقبة على دار الولادة تلك ودون إثارة الانتباه. بعد ساعة وصلت إلى باب دار الولادة سيارة أجرة، نزلت منها امرأة حامل كانت وحيدة. فتح باب دار الولادة ودخلت المرأة. كان العميد البغدادي قد انتقل إلى جوار المكان وكان على متن سيارة مموهة يتابع عن كثب. ظلت غرف عدة في البناية مضاءة، وفي حدود الثانية صباحا شاهد المراقبون سيارة فاخرة تصل إلى جوار دار الولادة. ثم خرجت فاطمة الهواج وهي تحمل تحت معطفها ما بدا رضيعا، سلمته لامرأة كانت على متن السيارة ثم عادت إلى الداخل. تحركت السيارة الفارهة. أعطى العميد تعليمات إلى رجاله بالإبقاء على مراقبتهم لدار الولادة ثم تتبع السيارة. توجهت إلى حي أجدال. في زنقة فرنسا دخلت إحدى الفيلات. أوكل العميد إلى بعض مساعديه مراقبة تلك الفيلا، وقد أبلغوه أنه ما أن انبلج الصبح حتى سمعت الزغاريد تأتي من الداخل. كان الناس يحتفلون فيما يبدو بحدث سعيد.
وكان العميد البغدادي قد اتصل برئيسه وسأله ما إذا كان بإمكانه أن يقتحم الفيلا، ولكن الرئيس لم يوافق وأمره بالتريث والإبقاء على المراقبة. علم الباحثون أن تلك الفيلا هي سكن لأحد الأعيان يدعى مراد المرابط، وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على معرفة بالرجل، وارتأى أن يتصل به هاتفيا، زعم أنه اتصل به ليهنئه بالمولود الجديد. لم يخفي السيد المرابط استغرابه لتلك المكالمة الهاتفية من مسؤول أمني، ومع ذلك فإن رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية علم أشياء من الرجل، إذ قال له بما بدا عفوية أن عائلته احتفلت بمولود ذكر ازدان به فراش ولده. مضى الرجل إلى أن ذلك المولود أعاد لم الشمل، فقد كانت زوجة ابنه قد هاجرت بيت الزوجية وعادت إلى أهلها، لم تكن تستسيغ أن يعيرها زوجها بأنها لا تلد سوى البنات، وقد رزق 3 بنات، ولما وضعته ذكرا أرسلت في طلب زوجها لتباهيه. تلقى العميد البغدادي الأمر بأن يحول نظره عن تلك الفيلا في زنقة فرنسا، ولكن التعليمات كانت واضحة، عليه أن يشدد المراقبة على الممرضة فاطمة الهواج. في سياق التحريات حولها علم الباحثون أن دخلها الشهري لا يتجاوز 1000 درهم، ومع ذلك فإنها كانت لا ترتدي من الثياب إلا فاخرها، كما أنها تملك سيارة أمريكية الطراز. كانت فاطمة تسكن شقة فخمة في عمارة بحي أجدال. علم المحققون أيضا أن تلك الممرضة لم تكن متزوجة، وكانت تستقبل بشكل شبه منتظم نساء كثيرات أجنبيات كن تقمن عندها أسبوعا أو أسبوعين ثم تختفين، ذلك ما قاله بواب العمارة. كل تلك المعلومات كانت تصب باتجاه المزيد من الشك في فاطمة الهواج، ومع ذلك فإن العميد حميد البغدادي ظل يفضل التريث. في 7 من شتنبر شهدت المرأة وهي تدخل مصحة للولادة في حي حسان. هذه المرة كانت الساعة تشير إلى 6 مساء. في 9 أغلقت أبواب المصحة بعد أن غادر آخر الزوار. كانت فاطمة ستمضي ليلة في المداومة فيما يبدو، ولذلك رابط حول المصحة عدد من رجال الأمن. في 10 جاءت امرأة حامل، كان يغالبها المخاض وكانت وحيدة. فتحت الممرضة الباب وأدخلتها، لم يحدث بعد ذلك ما يلفت الانتباه. وفي حدود 3 صباحا وصلت سيارة سوداء، نزلت منها امرأة وتوجهت إلى الباب الخلفي للمصحة. بعد دقائق عادت إلى السيارة وهي تحمل ما بدا مولودا، ركبت وانطلقت. تبعتها سيارة مموهة كان على متنها مفتشان. أخذت السيارة السوداء وجهة حي أجدال، وقد استغرب المفتشان أنها قصدت العمارة حيث تقطن الممرضة. لما نزلت المرأة من السيارة سمع صراخ المولود، وتأكد للمفتشين أن الأمر يتعلق بسرقة مولود حديث الولادة. أبلغ العميد البغدادي بتلك المستجدات وحضر على الفور إلى حي أجدال، أمر أعوانه بالإبقاء على المراقبة. في 7 صباحا تلقت قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة مكالمة تبلغ عن اختفاء مولود بعيد الوضع في مصحة بحي حسان. توجه العميد إلى المصحة استجوب النفساء التي كانت في حالة انهيار لفرط صدمتها، وتعمد أن يكتب المحضر بخط يده. لما سأل الممرضة فاطمة أجابت بأنها نامت بعد الجهد الذي بذلته في توليد تلك المرأة. سجل أقوالها وطلب منها أن توقع على المحضر، ثم دعاها لترافقه إلى المفوضية. أركبها سيارته، وقد فاجأها لما أخذ وجهة شقتها. قال لها إنه يريد تفتيشها، وكانت تحاول أن تحول بينه وذلك مدعية أن لا شيء في تلك الشقة، ولكن العميد كان مصرا. دخل الشقة. في الصالون كانت تجلس 3 نسوة أجنبيات، وقد حملت إحداهن الوليد في حضنها. ادعت المرأة أنه ابنها، بينما تلكأت الممرضة. كان العميد البغدادي واثقا الآن
من أنه تمكن من أن يجمع كل الأدلة التي تثبت تورط الممرضة فاطمة الهواج في سرقة المواليد من دور الولادة. لم يكن هناك متسع آخر للمراوغة. اعترفت بأنها باعت المولود إلى تلك الأجنبية لقاء قدر من المال. قالت إن الصفقة كانت تقتضي توفير وثائق رسمية تثبت أن التي اشترت المولود هي التي وضعته، وذلك حتى تتمكن من إدراجه في سجلات الحالة المدنية. ألقي القبض على فاطمة الهواج وأحيلت على القضاء. تبين من اعترافاتها أنها باعت أكثر من 7 مواليد وأن أغلبهم غادروا إلى بلدان أوروبية. استغرق البحث زهاء 3 أشهر. بعدها فقط تمكنت شرطة الرباط من إقفال واحد من الملفات التي هزت الرأي العام في العام 1961. تزوج الأبناء 3 للحاجة السعدية من زوجها الحاج عبد الله برقبة. استقروا في فرنسا حيث أمضى والداهما سنين طويلة. في العام 2003 توفي الحاج عبد الله، وقررت الحاجة السعدية الاستقرار في منزل كان قد اشترياه في السعيدية على مدى سنوات كانت تمضي به عطل الصيف رفقة أفراد العائلة. يوجد المنزل في زقاق بلا منفذ. المكان هادئ وأكثر هدوءا يكون في فصل الشتاء حين يخلو الشاطئ من المصطافين ولا يبقى في المدينة إلا أهلها. كان منزلا من طابقين، في مدخله حديقة صغيرة، البابان مغلقان، وقليلا ما كانت ترى الحاجة السعدية. المرأة التي تجاوزت 60 ببضع سنين تعيش على نفس إيقاع الحياة في السعيدية خارج فصل الصيف. من حين إلى آخر حين تسمح حالة الجو بذلك تخرج الحاجة لجولة في المحيط القريب لسكنها. أحيانا كانت تمضي حتى تبلغ الواد في الجانب الآخر، الجزائر. في ليلة 17 من نوفمبر من العام 2004 آوت الحاجة السعدية إلى فراشها. كانت تتابع برنامجا على إحدى القنوات التلفزيونية. في تلك الليلة التي حلت بعد يوم ماطر هدأت الريح وعم السكون. من بعيد يسمع نباح كلب، ثم سمعت ما يشبه صوت شيء ثقيل وقع على أرضية مدخل المنزل. لم يتل ذلك صوت دحرجة، ثم عم السكون من جديد. استمر بضع ثوان وها هو وقع يشبه وقع الخطى يأتي. ما الذي يحدث؟ تساءلت الحاجة السعدية. توقف وقع الخطى، نهضت من فراشها، تعمدت أن تمشي في الظلام. من النافذة المطلة على الحديقة يأتي ضوء خافت، كادت تلصق وجهها بزجاج النافذة. لم ترى أحدا، عادت أدراجها. الساعة التي إلى جانب السرير تشير إلى 10:30 ليلا. عادت إلى فراشها، قد تكون انقضت ساعة كاملة لما سمعت وقع خطى، هذه المرة على السطح. أحست بأن أحدهم يريد أن يفتح الباب المفضي إليه. ثم في لحظة ما أحست بهواء بارد نفذ إلى الداخل. هل انفتح الباب؟ تملكها الخوف، لم يسبق لها أن واجهت لصوصا. نهضت من جديد من فراشها، تقدمت نحو السلم المفضي إلى الطابق الأول. أرهفت السمع علها ترصد صوتا. كان السكون يعم كل شيء. صعدت السلم حتى بلغت الطابق الأول. أحست بأن هواء باردا يأتي من الأعلى. فكرت في مواصلة الصعود، ولكن الخوف الذي تملكها جعلها تحس وكأن ساقيها شلا. تحاول الخطو ولكنها لم تعد تقوى على ذلك. قدماها ثقيلان وكأنهما من رصاص. قررت أن تعود إلى غرفتها وتغلق باب الطابق الأرضي بالمزلاج وتنتظر إلى الصبح لترى ما الذي حدث. جاءها من أعماقها صوت أيدها فيما همت به. نزلت السلم بخطى متثاقلة، ولما بلغت الطابق الأرضي عبرت الممر بسرعة لا تدري كيف اكتسبتها. أغلقت الباب الخشبي السميك بالمزلاج. لم تنم الحاجة السعدية تلك الليلة. ثم جاء صوت المؤذن من مسجد بعيد.
عاد المطر، كانت تسمع قطراته، ثم في لحظة لا تذكرها نامت بعمق، لا تدري كم مرة من الوقت حين استيقظت. عاد السؤال يلاحقها: ما الذي حدث في الليل؟ الآن لا ينبغي أن تترك الخوف يتسرب إليها. تقدمت من الباب، حرصت على أن لا تحدث صوتا وهي تدفع المزلاج وتحرر الباب. صعدت السلم إلى الطابق الأول، كانت خطاها هذه المرة أكثر ثباتا. لم تتوقف عند الطابق الأول ووصلت إلى الباب المفضي إلى السطح، وقبل أن تبلغه على الممر الصغير الذي يلي الدرجة الأخيرة في السلم، رجل انثنى على نفسه. كان يبدو نائما، كادت تصرخ ولكنها كتمت صرختها وعادت أدراجها. كانت تريد الهروب، ولكن قبل أن تبلغ الطابق الأول أحست به يمسكها من ملابسها. التفتت، كان ماثلا ينظر إليها بعينين تلمعان، كانت تكسو وجهه لحية كثة. اتركني، قالت. لم يرد وظل ينظر إليها، وقد ارتسمت على وجهه تعابير تشي بأنه مستعد لفعل أي شيء. ماذا تريد مني؟ لا أريد منك شيئا، فاجأها لما نطق، كانت بصوته بحة. ارحل إذن، قالت الحاجة السعدية. نظر إليها بصمت، كانت تحس نظراته تخترقها كالسهام، ثم جاء صوته المبحوح: سأرحل حين أرى الوقت مناسبا. ما أستطيع أن أقوله لك أنك لن تصابي بأذى طالما التزمت الصمت والهدوء ولم تحاولي الاتصال بالشرطة. أجابت بحركة من رأسها، فهم منها أنها لن تتكلم ولن تحاول الاتصال بالشرطة. تقدمت إلى داخل السكن الأرضي، تبعها، ظنت أنه قد يقتلها. أمرها بالجلوس على كرسي، مضى إلى المطبخ، وفي الطريق لمح هاتفا، انتزع مقبسه، عاد إليها. كانت الحجة السعدية ترتجف. لا تخافي، قال لها الرجل ذو الصوت المبحوح. كان بياض وجهه يشبه بياض الشمع، لحيته الكثة تخفي الكثير من ملامحه. هل لديك في هذا المطبخ ما يؤكل؟ خذ ما تريده واتركني، قالت المرأة بنبرة خافتة. خرج من المطبخ وفي يده سكين، نظر إليها مليا ثم قال: اسمعيني جيدا، أنا لست لصا، اعتبريني عابر سبيل، أنا لا أريد إذايتك. ماذا تريد بالضبط؟ قد أمكث معك هنا بعض الوقت. صمتت المرأة، في كلامه ما يعني أن الكابوس لن ينتهي قريبا. عاد إلى المطبخ، بلغت أنفها رائحة زيت يسخن، ثم ذلك الصوت الذي يحدث حين يكسر البيض. الضيف غير المرغوب فيه يعد فطورا، ثم ما لبث أن جاء إلى حيث تجلس الحاجة السعدية. على الطاولة التي أمامها وضع مقلاة بها 4 بيضات، ثم جاء بالشاي وكوبين. قال: سنتقاسم الملح والطعام. ضحك قليلا ثم أضاف: حتى لا يغدر أحدنا بالآخر. ثم ضحك مرة أخرى، صب الشاي وهو يقول: كما لاحظت يا حجة، بسهولة بلغت مكان الطعام. تعلمين، أنا جائع. نظرت إليه الحاجة دون أن تنبث ببنت شفة، كانت حزينة نظراتها. اقتعد كرسيا مقابلا لها وبدأ يأكل. ألا تريدين الأكل؟ لا، أنا أتبع حمية خاصة. لم يعر ما قالته كبير اهتمام. الساعة تقترب من 12. من الخارج أتى صوت محرك سيارة، نهض من مكانه ومضى نحو النافذة، حرك الستارة بلطف. كان جدار الحديقة يحول دون رؤية الزقاق. توقفت السيارة ولكن محركها ظل يعمل، ثم فجأة بدأ ينبح كلب قرب الباب. قرع الجرس، جاء الرجل إلى جوار الحاجة السعدية، مرر سبابته بوضع متقاطع مع شفتيه، فهمت أنه يطلب منها ألا تتكلم. عاد الجرس ليقرع، كان نباح الكلب مسترسلا. من جوار الباب جاءت أصوات لم يتبين ما تقوله. تسلق أحدهم جدار الحديقة، رآه من وراء الستارة ينزل،
إنها الشرطة. فتح الباب وتبعه ثلاثة رجال، كان أحدهم يمسك كلبا كبيرا ينبح بلا توقف. الآن يسمع طرق بالباب، ثم جاء صوت جهوري: افتحوا وإلا كسرنا الباب. لم يأتي أي رد من الداخل. تسلق أحد الرجال الثلاثة حتى بلغ شرفة الطابق الأول. في الطابق الأرضي بدا المتسلل متوترا، أخذ سكينا كبيرة ووضعها على عنق الحاجة السعدية. كان الباب يطرق والصوت الجهوري يردد: افتحوا ونباح الكلب. ثم في الأعلى سمع صوت باب يكسر. تقدم نحو الباب يدفع الحاجة وقد وضع السكين على عنقها. فتح الباب وتراجع قليلا، وجد الرجلان أمامهما امرأة رهينة قد تذبح في كل لحظة. الكلب يريد الانقضاض على الرجل، ولكن الذي يمسك به يردعه: اتركوني أمضي وإلا ذبحتها وأنتم تنظرون. كان أحد الرجلين قد استل مسدسه ووجهه صوبه من جهاز لاسلكي علق بحزام الممسك بالكلب. تأتي أصوات يبدو أنها عملية منسقة. صار يصرخ بقوة أكبر الآن: اتركوني أمضي وإلا ذبحتها. في تلك الأثناء كان الرجل الثالث ينزل السلم، كان يحرص على ألا يحدث صوتا، صار خلفه مباشرة الآن. ثم فجأة وجه إليه ضربة قوية إلى مرفقه، سقط منه السكين، حاول عبثا أن يقاوم. ستعلم الحاجة السعدية لاحقا أن الذي اقتحم سكنها وأفزعها هارب من السجن، حيث كان يمضي عقوبة حبسية بعد إدانته في قضية تهري. عرف في القنيطرة باسم الولد الكبير، قبلها لم يكن شيئا مذكورا، قليلون كانوا يعرفون ماضي الرجل. اسمه الحقيقي بوشعيب بن نور، جاء من الجديدة وكانت زمن الاستعمار الفرنسي تعرف بمازاغان، واستقر في القنيطرة وكان الاستعمار الفرنسي يسميها بورليوتي. لما غادر بوشعيب قريته في بني بوعزيز كان شابا في العشرين، كذلك كان يقدر عمره. كان مديد القامة وقوي البنية، ولذلك فإنه لم يجد كبير صعوبة في العثور على عمل في ميناء القنيطرة الذي كان وقتئذ ثاني أكبر ميناء في المغرب. كان ببنيته القوية يقوم بكل ما يطلب منه، وقد استطاع في أقل من سنة أن يتعلم من الفرنسية ما يتيح له التواصل. وبما أنه لم يكن يتردد في القيام بكل ما يطلب منه، فقد تمكن من أن يربط علاقات خاصة مع عدد من المسؤولين في الميناء. وبعد الإنزال الأمريكي في القنيطرة تعلم من الإنجليزية ما يتيح له ربط علاقات مع عدد من الضباط في الجيش الأمريكي. كان الذي يلفت الأنظار إلى بوشعيب بن نور أنه ببنيته القوية وبشرته البيضاء، ولأن وجهه لم يكن يحمل لحية ولا شاربا، كان يظهر بملامح طفل ضخم البنية، ولذلك أطلق عليه من تعامل معهم من الضباط الأمريكيين اسم الولد الكبير. لم يكن يزعجه أن ينادوه بذاك اللقب الذي مع مرور الوقت صار يخفي بالكامل اسمه الحقيقي بوشعيب بن نور. في ظرف 3 أعوام صار الولد الكبير يحتل مكانا محوريا في ميناء القنيطرة. كان الرجل المثالي لتوفير المطلوب، فهو الوسيط في كراء البيوت، وهو الذي ينظم السهرات للجنود الأمريكيين ويأتي بالفتيات والراقصات، وهو الوسيط في البحث عن عامل أو خادمة وخدمات أخرى. لم تكن تلك الأدوار كلها بالوضوح الذي قد نتصوره، وكانت تحفها مناطق ظل كثيرة، وربما وجد الذين كانوا يتعاملون مع الولد الكبير ضالاتهم في مناطق الظل تلك. على سبيل المثال، كان كثير من الجنود الأمريكيين يجدون في الولد الكبير خير من يصرف لهم ما قد يهربونه من القاعدة الأمريكية. وقد مهد ذلك الطريق للولد الكبير بوشعيب بن نور، حتى لا ننسى، ليتحول إلى الاتجار في البضائع التي يستخدمها العسكريون الأمريكيون من الولايات المتحدة الأمريكية. ثم صار يجالس كبار الضباط في القاعدة في القنيطرة،
في مطلع خمسينيات القرن الماضي كان اسم الولد الكبير مرادفا للرجل الذي يملك مفاتيح أشياء كثيرة. وعاد حياته تلك بين الجنود الأمريكيين وأصدقائه السابقين من الفرنسيين، كان الولد الكبير يوظف ما تدره عليه أنشطته تلك في شراء الأراضي والعقارات، وصار في بضع سنين يملك مساحات شاسعة من الأراضي حول القنيطرة، وتبعا لذلك صار من ذوي النفوذ. بعد استعادة المغرب لاستقلاله لم تعد المدينة تحمل اسم بورليوتي، وصار اسمها القنيطرة. كانت الدلالة واضحة بينة، عهد جديد بدأ في المغرب. حتى ذلك الحين ظلت موجودة القاعدة العسكرية الأمريكية. صار الولد الكبير يتعامل الآن مع رجال السلطة المغاربة. السنوات التي مضت جعلته رجلا لا يستطيع العيش في مجال يغيب عنه ذوو النفوذ والسلطة، وكان مدخله إلى العلاقة مع أولئك المسؤولين تجارته في البضائع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القاعدة الأمريكية في القنيطرة. كان محور نشاطه ذاك الأثاث الذي يستورده الضباط الأمريكيون، كان يشتريه منهم ويعيد بيعه بما يوفر له ربحا هاما. صار الولد الكبير من طينة أولئك الذين يصادفون في بعض الإدارات وهم يتخطون الرقاب والصفوف ولا يقفون عند أي حاجز. لم يكن يحتاج إلى استئذان ليدخل على هذا المسؤول أو ذاك في القنيطرة. كبرت ثروته وصار مزهوا بنفسه، ولعله نسي بكثير من الإصرار مبتدأه في قريته هناك في بني بوعزيز في أطراف الجديدة. استطاع الرجل بينما كان العمر يتقدم به أن يقنع نفسه أولا ثم محيطه ثانيا بأن ما تكدس لديه من مال وأملاك هو نتاج عرق الجبين وحلال طيب. بعد سنوات أدى فريضة الحج وصار ينادى بالحاج. اتسع مجال نشاط الولد الكبير إلى الرباط وترددت أصداؤه في الدار البيضاء. بعد أن تم إحداث مكتب الصرف صار الملجأ بالنسبة لكثيرين ممن كانوا يرغبون في قضاء العطل في الخارج، كان يزودهم بما يحتاجون إليه من دولارات. ولما رفع شعار من أين لك هذا، كان ملجأ كثيرين لإخفاء ما يملكونه تحت غطاء الشراكة مع الولد الكبير. في الغالب كانوا يتخذون من زوجاتهم وأبنائهم أو أقرباء لهم شركاء للولد الكبير. في تلك المرحلة بالذات صار الرجل شريكا لواحد من كبار أرباب سفن الصيد في أعالي البحار اسمه مجاهد باكستاني الذي ينحدر من المهدية. كان رجلا من أهل المهنة يحظى باحترام سكان قرية الصيادين، إذ كانوا يجدون فيه خير من يدافع عن مصالحهم، ولثقتهم فيه دفعوه للترشح للانتخابات النيابية. لم يكن له من مجال للتراجع لما علم أن شريكه الولد الكبير بوشعيب بن نور مرشح في الدائرة نفسها. وجد الشريكان نفسيهما في مواجهة مفتوحة. فاز مجاهد باكستاني بالدائرة الانتخابية وبفارق كبير من الأصوات. وما أن عرفت نتيجة التصويت وبينما كان أنصار باكستاني يحتفلون، كان الولد الكبير يعلن الحرب على مجاهد. في خطوة أولى قرر الولد الكبير أن يفض الشراكة القائمة بينه ومجاهد بدءا بباخرة الصيد التي يملكانها مناصفة. سخر بوشعيب بن نور الولد الكبير ما له من علاقات ورفع دعوى قضائية ضد مجاهد، وفي غضون أيام صدر الحكم وقضى بأن تؤول ملكية الباخرة إلى بوشعيب بن نور. لم يكن الولد الكبير ينتظر للتحرك سوى صدور ذلك الحكم، وما أن حصل على نسخة منه حتى استعان بعون قضائي ومضى إلى ميناء القنيطرة لتنفيذ الحكم، متجاهلا أنه حكم ابتدائي وأن مجاهد قد قام بالاستئناف. لم تكن الباخرة راسية في الميناء لما وصل الولد الكبير ومعه العون القضائي. اتصل بقائدها الذي لم يكن سوى محمد شنتوف، وهو شقيق مجاهد باكستاني من أمه. وقد تجاهل أمر الولد الكبير الذي كان يدعوه للعودة إلى الميناء لأمر عاجل. كان قائد السفينة يعتبر أن شقيقه مجاهد هو الذي يحق له أن يصدر مثل تلك الأوامر، ولذلك واصل الصيد
ولم ترس السفينة في الميناء سوى في حدود 11 ليلا. كان الولد الكبير وعونه القضائي قد انصرف. لم يعلم قائد السفينة بالذي حدث إلا بعد أن التقى مجاهد في تلك الليلة. كان محمد شنتوف يعلم أن تنفيذ الحكم القضائي سيترتب عليه فقدانه عمله وتشريد البحارة الذين يشكلون طاقم السفينة. فكر في القيام بوساطة بين شقيقه والولد الكبير. توجه إلى منزل بوشعيب ولكنه رفض استقباله. عاد محمد شنتوف إلى الميناء يريد إلى السفينة، وقد فاجأه وجود جمع غفير من البحارة والفضوليين على الرصيف بالقرب من سلمها. كان الولد الكبير هناك وسط الجمع يدعو البحارة إلى النزول وإفراغ السفينة بموجب حكم قضائي كان يلوح به. شق محمد شنتوف طريقا وسط الجمع ووصل إلى الولد الكبير. حاول أن يكلمه ولكن الرجل نظر إليه من علو قامته بما أفهمه أن لا مجال للتدخل ولا الاستعطاف وأنه سيمضي حتى النهاية. صمت محمد شنتوف، طأطأ رأسه وصعد سلم السفينة. ثم بعد دقائق ظهر في أعلى السلم، نزل مسرعا، قصد الولد الكبير وهوى على رأسه بمقدة. لم يترك له مجالا للترنح. هوى الولد الكبير على الأرض وما هي إلا ثوان حتى سكنت كل حركاته. تقدم أحدهم ووضع على رأسه صفحة من جريدة بالفرنسية. ظل محمد شنتوف في الباخرة، لم تتأخر الشرطة في الوصول. سلم نفسه دون ما مقاومة بينما نقلت سيارة إسعاف جثة الولد الكبير إلى المستودع البلدي للأموات. لم يجد الطبيب الشرعي صعوبة تذكر في تحديد سبب الوفاة. كان الجرح الغائر في الجمجمة هو السبب. وضع محمد شنتوف رهن الاعتقال الاحتياطي، وأثناء الاستماع إليه اكتشف الضابط الذي كان مكلفا بذلك أن الرجل هو أخ من الأم لمجاهد باكستاني شريك الولد الكبير في السفينة موضوع النزاع القضائي. وكان طبيعيا ألا يغفل الضابط ربط مقتل الولد الكبير بوشعيب بن نور، حتى لا ننسى مرة أخرى برابطة القرابة بين القاتل والشريك. مضى الضابط في اتجاه أن القتل كان مع سبق الإصرار والترصد، ولكن الاستماع إلى أقوال الشهود أثبت أن الولد الكبير هو الذي استفز قائد السفينة محمد شنتوف، وأن الأخير تحرك تحت تأثير الغضب. تم تكليف ضابط آخر بالملف، وأثبتت التحريات اللاصلة لمجاهد بمقتل الولد الكبير. تمت متابعة محمد شنتوف بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. لم يخلف الولد الكبير وصية ولا ولدا، ولم يعرف له وريث. بعيدا عن قريته في بن بوعزيز في 15 من غشت من العام 76 900 ألف، ووري الثرى في مقبرة بأطراف القنيطرة. صباح الخميس 20 من مارس من العام 97 900 ألف، بينما كان أحمد الهامل في طريقه إلى السوق على متن سيارته، وما أن بلغ الطريق الرئيسي قادما من دوار ولد إبراهيم في شيشاوة حيث يسكن، حتى فوجئ بكيس كبير لونه أزرق وقد وضع على جانب الطريق. كان الوقت باكرا. توقف، ظن أن أحدهم يريد إلى السوق وأنه يحمل بضاعة ما وينتظر وسيلة نقل. لما أمعن النظر لم يرى أحدا بجوار الكيس. تغلب عليه فضوله فنزل من سيارته وتوجه نحو ذاك الكيس الأزرق، وقبل أن يلمسه وينظر ما فيه حرص على التيقن من أن لا أحد في الجوار. اقترب بحذر، كان الكيس مغلقا بإحكام. لمسه، مرر كفه على معظم جوانبه، كان ما في داخله يبدو منسجما كالدقيق. خيل إليه أنه دقيق، عمد إلى الخيط الذي أغلق به الكيس، تمكن بصعوبة من فكه. لما نظر إلى ما في الكيس بدا له دقيقا. أخذ بين أصابعه عينة منه، كان دقيق قمح. استغرب الأمر، تساءل من هذا الذي ألقى بكيس الدقيق على جانب الطريق. هم بالانصراف ولكن الفضول يغالبه. لم يظهر أحد في الجوار،
قرر أن يحمل الكيس في سيارته ويمضي بعيدا ويفرغه، فقد صارت تخامره شكوك، وصار يظن أن الدقيق ربما أخفى شيئا آخر. حمل الكيس ووضعه في سيارته ثم انطلق. تجاوز دوار ماشو، وقبل أن يبلغ دوار جراوا اتبع طريقا غير معبدة، ولما بلغ شجرة ركن سيارته، أنزل كيس الدقيق. الآن يمكنه أن يفعل ما يريد. أدخل يده في الكيس وغابت في المسحوق الأبيض، وفجأة لمس شيئا حسبه كيسا من البلاستيك. حاول أن ينتزعه، ولكن ضغط الدقيق كان يحول دون ذلك. فكر في إفراغ الكيس على الأرض ثم تراجع. أدخل كلتا يديه في الكيس الأزرق وحاول أن يزيح الدقيق من حول الكيس البلاستيكي. لقد أيقن الآن أنه كيس بلاستيكي. تمكن من رفعه، ثم بصعوبة تمكن من إخراج الكيس البلاستيكي الأسود. لما فتحه وجد بداخله ملابس، بذلة رجالية كاملة تم لفها بطريقة عشوائية. فتش أحمد جيوب السروال، لم يعثر به على شيء. وفي جيوب المعطف اكتشف أوراق هوية، جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة. لم يعثر على أي شيء آخر. أدخل يده من جديد في الكيس الأزرق ومضى إلى أسفله، لا شيء آخر فيما يبدو. فتح جواز السفر، صاحبه يبدو شابا، صف شعره بعناية. اسمه عبد اللطيف قادر، من مواليد آسفي في العام 72900 و1000. عنوان سكناه، لم يستطع أحمد الهامل أن يفهم العنوان. في جواز السفر أختام كثيرة بمداد أحمر تارة وأزرق أو أسود أخرى، أختام مربعة ومستديرة. في الصورة التي على بطاقة التعريف الوطنية يبدو عبد اللطيف قادر أصغر سنا. انتابت أحمد الهامل حيرة شديدة، ما الذي يفعله الآن؟ يبدو أن وراء تلك الملابس التي دفنت في كيس الدقيق حكاية وسرا. هل يمضي بما عثر عليه إلى مقر الدرك الملكي ويحكي قصته مع الكيس الأزرق؟ وإذا فعل، ما الذي سيحدث؟ هل سيتم القبض عليه؟ وإذا لم يفعل، يأتيه جواب من أعماقه، قد يكون إتلافا لأدلة قد تفكك لغزا وقد تريح حيرانا. قرر أن يحمل الكيس وما عثر عليه بداخله إلى مقر الدرك الملكي. كانت الساعة تشير إلى 8 لما أعاد إلى السيارة الكيس الأزرق والكيس الأسود الذي عثر فيه على البذلة ووثائق الهوية التي تعود إلى عبد اللطيف قادر. لما خرج إلى الطريق الرئيسية عاد أدراجه وأخذ وجهة حي المسيرة. تقدم إلى الدركي الذي يقوم بالمداومة وأبلغه بأنه يريد مقابلة رئيس المركز لأمر هام. سجل اسمه. كان عليه أن ينتظر نحو من ساعة. لم يبد انزعاجا من ذلك، في النهاية هو يؤدي واجبا وخدمة يراها نبيلة. بعد دقائق بدأ يتوافد على المركز أناس لم يعرف منهم أحدا. ثم لما اقتربت الساعة من 9 نادى عليه رجل الدرك. مضى به إلى مكتب به ضابط شاب، ما أن سأله عن حاجته حتى أبلغه بما اكتشفه. قال له إن الأشياء التي عثر عليها توجد في سيارته التي ركنها بجوار المركز. نهض الضابط الشاب من مكانه ونادى على مساعد له ورافق أحمد الهامل إلى سيارته. ما أن فتح الباب الخلفي حتى ظهر الكيس الأزرق وبجواره ذاك الكيس الأسود الذي به البذلة ووثائق الهوية. حملت تلك الأشياء كلها إلى داخل المركز ووضعت في مكتب به أشياء أخرى. فتح الضابط الكيس الأسود وأخرج منه البذلة وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. سريعا تبين للضابط أن تلك الوثائق تعود إلى شخص يسكن في فرنسا. كان يتفحص تلك الوثائق في صمت، وكان أحمد الهامل يتابع. ثم أمر الضابط بأن ينظر ما إذا بقيت أشياء أخرى في كيس الدقيق. جاء أحد المساعدين بكيس فارغ لونه أصفر وبدأ يفرغ فيه الدقيق الذي في الكيس الأزرق. كان الضابط الشاب يتابع دون تعليق. ثم وبينما كان المساعد يكاد يبلغ قعر الكيس، أمسك بكيس بلاستيكي آخر أصغر حجما.
كان كيسا شفافا وضعت به عدة أوراق. كان المساعد يضع في يده قفازين. أمر الضابط ألا يلمس أحد ذلك الكيس وأن يوضع في كيس لنقله إلى المختبر. لم يكن في كيس الدقيق أي شيء آخر. أقفل باب ذلك المكتب الذي يستعمل كمستودع، وعاد الضابط الشاب إلى مكتبه يرافقه مساعده ومعهما أحمد الهامل الذي توقف عند باب مكتب الضابط. نودي عليه، ولما دخل طلب منه الضابط أن يجلس على أحد كرسيين أمام المكتب. كان المساعد قد استعد لكتابة المحضر. أدلى أحمد الهامل بكل المعلومات التي تتعلق بحالته المدنية. هو من سكان دوار ولاد إبراهيم، حيث ازداد قبل 45 عاما، أب لخمسة أولاد، ويعمل تاجرا متجولا بين الأسواق. في أقواله قدم أحمد الهامل توصيفا دقيقا للظروف التي اكتشف فيها ذلك الكيس على جانب الطريق الرئيسية. تحدث عن فضوله الذي دفعه إلى معرفة ما في ذلك الكيس الأزرق، ثم كيف انتبذ له مكانا عند تلك الشجرة قبيل الوصول إلى دوار جراوة، وكيف أخرج الكيس الأسود واكتشف به البذلة ووثائق الهوية. وقع الرجل على المحضر وطلب منه أن يحضر فور تلقيه الاستدعاء. بدا للضابط الشاب أنه أمام لغز حقيقي يتعين فكه. طلب من مساعديها البحث في سجلات المبلغ عن اختفائهم عن رجل اسمه عبد اللطيف قادر. في جواز سفره ختم آخر دخول له إلى المغرب بتاريخ 7 يوليو من العام 96-900 وألف، كان الدخول عبر باب سبتة. عدا ذلك كانت بطاقة التعريف الوطنية تتضمن تاريخ ميلاده وعنوانه في مدينة غرونوبل في فرنسا. لم تسفر عملية البحث في سجلات الأشخاص المبلغ عن اختفائهم عن أي نتيجة، وبشكل تلقائي تم تنقيط رقم بطاقة التعريف الوطنية للمدعو عبد اللطيف قادر، عسى المتوفر من المعلومات يتيح منفذا إلى فك اللغز. لم تكن هناك معلومات أخرى عن الرجل. وبينما كانت التحريات تجري في كل الأحياء والدواوير، أرسل الكيس البلاستيكي الشفاف إلى المختبر، كما أرسل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. تم رصد بصمات على الكيس البلاستيكي الشفاف. لم تكن لأحمد الهامل الذي وجدت بصمات له على بطاقة التعريف الوطنية والصفحة الخاصة بصاحب جواز السفر. تمت إحالة تلك البصمات على قاعدة البيانات لدى الشرطة القضائية. وما لبث أن قفز إلى الواجهة اسم جديد، هو اسم فضول المرشافي، رجل في 34 من العمر. سبق له أن أمضى عقوبة بالسجن بعد أن أدين في قضية سرقة. يسكن المرشافي دوار ماشو، وكان بعد أن غادر السجن قد اشترى سيارة يستعملها في النقل السري. قبل أن ينتصف النهار كان المرشافي ماثلا أمام الضابط المكلف بالتحقيق في قضية الكيس الأزرق. كانت بصماته واضحة، كما هي واضحة بالنسبة للمحققين صلته بملابس ووثائق هوية عبد اللطيف قادر الذي يبقى مصيره مجهولا. لم يكن المرشافي الذي ترك شعره يتدلى على قفاه وأرخى شاربيه يبدي خوفا أو قلقا. سأله الضابط عما إذا كان يعرف عبد اللطيف قادر. لم يراوغ ورد بأنه يعرفه جيدا. وحين لمح نوعا من الاندهاش على وجه الضابط الذي يسأله استطرد قائلا: أعرفه لأنه صهري زوج أختي. لم ينكر المرشافي أنه من وضع تلك الأشياء في كيس الدقيق، لأنه كان يريد أن يخلق لعبد اللطيف قادر بعض المتاعب، لأنه كان يريد تطليق شقيقته والزواج من فتاة في أسف. في الأوراق التي كانت في ذلك الكيس البلاستيكي الشفاف وثائق تثبت أن عبد اللطيف قادر كان ينوي الزواج وأنه حصل على إذن من القاضي. علم المحققون من فضول المرشافي أن شقيقته زوجة قادر تعيش في فرنسا رفقة أطفالهما الثلاثة. ولما سئل عن مكان وجود عبد اللطيف تردد قليلا ثم قال إنه يحتفظ به في مكان آمن في دوار جراوة. لما انتقل المحققون إلى عين المكان وجدوا رجلا مقيد الرجلين مربوطا بسلسلة من يده اليسرى إلى نافذة. في تلك الغرفة لا يوجد شيء يذكر. كان رث الملبس، طالت لحيته وشعر رأسه وبدا شاحبا. نقل الرجل إلى المستشفى
بينما قبض على المرشاهي. لاحقا علم من الرجل أن سهره استدرجه إلى حيث كان محتجزا بعد أن علم أنه سيتزوج امرأة أخرى كانت شقيقته تمده بالمال لقاء ما قام به. قال عبد اللطيف إنه كان يريد الزواج من فتاة من آسفي لأن زوجته رفضت العودة إلى المغرب للاستقرار به. توبع المرشافي بتهمة احتجاز شخص ضدا على رغبته وإتلاف وثائق، بينما وضعت شقيقته ليلى المرشافي على قائمة المبحوث عنه. في طريق كروس دي مارتوس بألميريا في إسبانيا اكترى إدريس الرفاس بيتا للسكن. كان قد استقر في ألميريا منذ 5 سنوات تقريبا، نحن في العام 2000. الشاب ذو 26 ربيعا والقادم من الفنيدق اشتغل في البناء وفي ضيعات فلاحية قريبة. حين كان يخلو إلى نفسه يستنتج أن تجربته في إسبانيا لم تكن يسيرة. أحيانا كان يسأل نفسه عن الذي أضافته إلى حياته مغامرته الإسبانية تلك، في كل مرة يستحضر رحلة العبور إلى الضفة الإسبانية. كانوا 10 من أبناء الفنيدق في مجموعة من 30 شخصا، منهم أفارقة، على متن القارب الذي أقلهم في ليلة باردة من ليالي أكتوبر من العام 1997 إلى الجانب الآخر من المضيق. حين يتذكر لحظة النزول من الباتيرا عدة أمتار قبل بلوغ الشاطئ يحس بذاك البلل البارد الذي أصاب ملابسه، ويخيل إليه أن أسنانه لم تتوقف عن الاستكاك منذ إذ. ثم لا يلبث يسترجع وعيه بأن تلك اللحظة صارت بعيدة، لا بلل بملابسه وأسنانه لا تستك. لم يكن إدريس كما شبان كثيرين يعاني الفقر المدقع حين فكر في الهجرة السرية الحريق، للمصطلح معاني يختار كل واحد منها ما يناسب دوافعه، وإنما هي فكرة اخترقت رأسه ذات يوم حين التقى ابن قريته محسن العائد من إسبانيا بعد 2 فقط من عبوره هو الآخر على متن واحدة من تلك الباطرات. كانت لديه سيارة، لا يهم أن تكون قديمة، هو محل إعجاب أبناء القرية الذين عجبوا كيف للفتى أن ينسى كلمات كثيرة من لغته الأم ويعوضها بكلمات إسبانية، كذلك كانوا يعتقدونها. لما انقطع عن الدراسة بعد أن راكم الرسوب، كان ذلك في العام 1995، فكر والده في الدفع به إلى تعلم حرفة تكون له موردا للعيش. استقر الرأي على أن يتعلم الحلاقة، ولذلك أمضى أكثر من عام يتردد على مدرسة لتعليم الحلاقة في تطوان. لما حصل على الدبلوم يذكر أنه كان يوم احتفال في المنزل، كان ذلك يعني أنه بعد أن يعمق خبرته في صالون للحلاقة بتطوان أو في الفنيدق سيستطيع أن يفتتح محل حلاقة له. كان والده قد وعده بمساعدته، ولكن الحماس الذي رافق حصوله على دبلوم الحلاقة ما لبث أن خبا حين رأى العائدين من الهجرة إلى إسبانيا منشرحي الأسارير وفي أيمانهم الكثير مما يفتقده. في السنوات التي تلت استقراره في ألميريا كان يلاحظ كيف كانت تزداد أعداد المهاجرين من مغاربة وغيرهم، ثم بدأت تتجلى له حاجتهم إلى حلاق يفهم لغتهم ويتفهم ظروفهم المادية. كذلك تسللت إلى ذهنه فكرة التحول من بناء ثم عامل في حقول الزراعة المغطاة إلى حلاق للمهاجرين. للحصول على رخصة وافتتاح محل للحلاقة بالمواصفات المطلوبة كان عليه أن يستوفي الكثير من الشروط، ولعل أكثر ما أعجزه العثور على محل في موقع مناسب وبسومة كرائية مناسبة. قبل بضعة أشهر، أقل من 6 أشهر، كان قد استقر في كاريتيرا كروس دي مارتوس بالرقم 73. كان المنزل يتكون من طابق أرضي تسكنه ماريا بلانكو مالكة المنزل، سيدة لطيفة تبدو أكثر شبابا من حقيقة عمرها. أما هو فقد استقر في الطابق الأول، كان نصف طابق يتكون من غرفتين صغيرتين وحمام ومطبخ. قرر أن يتخذ من إحدى الغرفتين صالونا للحلاقة، اشترى كرسيا خشبيا من سوق الأثاث المستعمل
ووضع على الجدار مرآة كانت لديه في الحمام. لم يجد صعوبة في شراء أدوات الحلاقة، لم تكن ماركات أصلية، المهم أن ينطلق. زبناؤه الأولون من العمال المغاربة وأساسا من أبناء تطوان والفنيدق، ثم مع توالي الشهور توسعت دائرة الزبناء إلى بعض الأفارقة. هو يعلم أن ما يقوم به يعتبر مخالفة، ولكن زبناءه كانوا على استعداد للجزم بأنهم لا يدفعون له مقابلا. ثم إن ماريا بلانكو صاحبة البيت لم تكن تبدي انزعاجا. كان يوم عطلة نهاية الأسبوع يوم عمل بامتياز. في المساء حين ينصرف كل الزبناء يكنس الشعر الذي تساقط على أرضية الغرفة ويجمعه في كيس بلاستيكي يغلقه بإحكام. صار اسم الرفاس لدى أولئك المهاجرين في ألميريا مرادفا للحلاق. في بعض الأحيان يتحول صالون الحلاقة السري إلى ساحة تلاسن حاد بين أنصار البارسا والمدريد. كان الرفاس من أنصار المدريد، ولكنه يبقي على حياده. ما يهمه من تلك اللمات ما يحصل عليه من مال. كان بوشعيب الغماز مناصرا متطرفا من مناصري ريال مدريد. حين كان يحضر واحدة من تلك المواجهات الساخنة مع أنصار البارسا كان صوته يعلو كل الأصوات، الشاب القادم من القصر الكبير من غلاة أنصار المدريد، الجميع من الفريقين على حد سواء يعلمون حقيقته تلك. كان الرفاس يتوقع لصاحبه ذاك اصطداما في يوم من الأيام قد يجر عليه متاعب عديدة. لم يمضي بتوقعاته إلى حد بعيد، ولكن لقاءات الكلاسيكو بين المدريد والبارسا تبقى أكثر المناسبات استيفاء لشروط الاشتعال الشديد. ثم حل الموعد الكلاسيكو، الإذاعات المحلية لا تلهج إلا به، وفي الشارع لا حديث إلا عنه، وفي المقاهي والحانات محللون يرتجلون توقعاتهم، وفي مجالس ينبري كثيرون لذكر مناقب وأصول هذا اللاعب وذاك المدرب، منهم من لا يتوانى في الحديث عن علاقاته الشخصية بالنجوم. الأكثر حكمة ورزانة يجعلون في آذانهم غرابيل تخلصهم من الكلام الكذب والادعاء الزائف. انضم بوشعيب الغماز في تلك الليلة إلى المتفرجين في مقهى يملكه رجل ينحدر من سبتة في طريق نخار دي لاكانيادا. كان مقهى صغيرا، ولكن الذي كان يعد الشاي كان خبيرا. ليلتها لم يحالف الحظ فريق ريال مدريد. كان المذيع الذي يتكلم بلكلة تونسية يلهب الأجواء الملتهبة أصلا. ثم سجل فريق البارسا هدفه الأول. استغرق المذيع في كلمة جول، وفي أركان المقهى سمعت عبارات لم يستسغها بوشعيب الغماز. كان في حالة غليان، ظل على ذلك الحال حتى انتصف الشوط الثاني. أضاع فريق ريال مدريد هدفا محققا. صاح أحدهم من آخر القاعة مبتهجا، فانفجر بوشعيب. كان صاحب المقهى يعلم أن أمسيته تلك تحتمل كل المخاطر. أخذ بوشعيب كرسيا وألقى به في اتجاه مصدر تلك الكلمات التي لم يستسغها. سمع صوت كؤوس تنكسر، ثم نهض الجميع وتحول الفضاء الصغير إلى غابة كثيفة من الأجساد. ثم بدأ التدافع وتصاعد التراشق بالكراسي، وسرعان ما حضرت الشرطة إلى المكان. كان بين زبناء المقهى عدد من المهاجرين السريين. لما خرج أغلب الزبناء اكتشف 5 جرحى حالاتهم استدعت نقلهم إلى المستشفى. ثم بدأت التحريات. لم يتردد صاحب المقهى في اتهام بوشعيب الغماز، ذاك الذي يحور اسمه إلى جوميز، بأنه من أشعل فتيل المواجهة. لم يكن الرجل نكرة، كان يسكن في ورش للبناء رفقة آخرين. ليلتها لم يعد إلى فراشه. وبينما كانت الشرطة تبحث عنه، في ساعة متأخرة من الليل طرق باب إدريس الرفاس. لم يكن الحلاق يعلم بالذي حدث في مقهى طريق نخار دي لاكانيادا. أدخله، صعد السلم على أصابع أقدامهما حتى لا يزعج السيدة ماريا بلانكو. لما أفضى الغماز بالذي حدث أدرك الحلاق الموقف الحرج الذي يوجد فيه. قد تطرق الشرطة بابه في كل لحظة، ثم ينكشف أمر صالون الحلاقة السري. قرر أن يبقي الغماز معه حتى الصبح، ثم يتدبر سويا ما يمكن القيام به.
استيقظ الرفاس باكرا لم يستمتع بنوم عميق، وأيقظ الغماز أعد وجبة الفطور. وبينما كان بوشعيب الغماز في الحمام سمع جرس السكن يقرع. حبس الرفاس أنفاسه، لم يكن على موعد مع أي كان، وإذا هي الشرطة جاءت تطرق بابه. مضى إلى الحمام وطلب من بوشعيب أن يخرج ويندس تحت السرير، لم يكن أمامه خيار آخر. فتح الباب، تظاهر بالتثاؤب، لم تكن الشرطة. وجد نفسه وجها لوجه مع صديقه القديم البشير بوعرفة، لم يلتقه منذ عدة أشهر، إذ كان الرجل قد انتقل للعمل في برشلونة. أدخله الصالون ثم مضى يدعو بوشعيب للخروج من مخبئه تحت السرير. فوجئ البشير بوجود الشاب القصري، وبلا تمهيد قال له إن الشرطة تبحث عنه بسبب الذي حدث في المقهى مساء أمس. كان يعلم، لم يعقب. قال الحلاق: أرى أن الحل أن تغادر إلى المغرب. نظر إليه بوشعيب، للمرة الأولى رأى في نظرته ضعفا. قال: كما دخلت خلسة سيكون علي أن أحرق في الاتجاه المعاكس. لم يستطع الحلاق أن يتماسك، ضحك: ولكن الباطرات لا تمضي في الاتجاه المعاكس. كان البشير يتابع حوارهما لا يجازف بالضحك. سأحاول التسلل، هل أوصلتني إلى ميناء الجزيرة الخضراء؟ إذا كان ذاك ما تريد أفعل. ابتسم الغماز ابتسامة شكر، نادرا ما يفعل. نزل الثلاثة السلم بعد أن تناولوا وجبة الفطور. عندما فتح الرفاس الباب لم يكن أمامه متسع للتثبت من أن الطريق سالكة. كان في الانتظار رجلان من الحرس المدني. اقتيد الثلاثة إلى مركز الشرطة. في منتصف النهار عاد الحلاق والبشير. كان على الغماز أن يجيب على أسئلة كثيرة.